بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ادخلنا النور كده يا شباب، ادخلنا النور بعد اذنكم. النهارده باذن الله هنحاول ناخد الهيدا نيك اناتومي ان شاء الله كله قدر المستطاع. والله لو يعني اللياقه البدنيه عندكم تستحمل ونكمل لحد ما نخلص كان يبقى، ما قدرتوش انتوا نصيبكم بقى وتشوفوا انتوا عايزين ايه. الهيدا نيك بيشمل كل هذه المناطق. المفروض في الاناتومي، لو احنا هنتكلم اناتومي بقى بالتفاصيل، المفروض ان احنا نتكلم عن المناطق دي كلها، السكال بيز والتمبرال بون، البارانيزال والفيشيال اناتومي، الاوربت، الكرينيال نيرفز بالام ار اي، النيك سبيسز السوبرا هيويد والانفرا هيويد، الاورال كافيتي والفلور اوف ذا ماوث، والتي ام جي. ده بس يعني النهارده لو خلصنا دولت يبقى نكمل الباقي المره الجايه. فطبعا يعني الموضوع فعلا شويه صعب، بالذات انك فيها حاجات كتيره، تفاصيل كتيره جدا. هحاول قدر المستطاع ان انا ما موتكمش النهارده. هنتكلم الاول عن السكال بيز. احنا قاعدين شويه، الله اعلم بقى انتوا هتخلصوا امتى. الاول هنتكلم عن السكال بيز وهنعرف نعم والله مين فينا اللي هيخلص البقال الاقوى؟ البقال هنقول النهارده ان شاء الله اول حاجه السكال بيز اناتومي، وهنخش منها على التمبرال بون لان هما الاثنين يعني ريليتد ببعض، ونبتدي منهم كده وانتوا لسه فايقين. بعد كده البارانيزال والاوربت ما فيهمش اناتومي، يعني كلام فاضي يعني. الكرينيال نيرفز هنقول كلمه بسيطه برده، ما فيهاش اي فن. القصه هتبقى شويه برده في النيك سبيسز والفلور اوف ذا ماوث. انا يعني برده مش عارف الحاجات دي هل انتم يعني مطالبين بيها قوي يعني ولا لا، خاصه الدكتور منى دايما تطلع الاشاعه بتاعت ان لا الحاجات دي كلها ملغيه. يعني لو جالها اي عيان بعد كده هتقول له انت كنت في الحته الملغيه عندنا. مش عندنا السكال بيز بتتقسم لثلاثه يعني فصي ثلاث مناطق، انتيريور سكال بيز وسنترال سكال بيز وبوستيريور سكال بيز، اللي هي مقابله لتقسيمه البرين لانتيريور كرينيال فصه، ميدل كرينيال فصه، والبوستيريور فصه مقابله ليها. فالانتيريور سكال بيز هو الفلور بتاع الانتيريور كرينيال فصه، وبالتالي اللي دايم عليها من البرين هو الفرونتال لوبس ويعني وشركاء الاولفاكتوري بالب وهكذا. اللي نايم على السنترال سكال بيز بيبقى التمبرال لوبس، اللي نايم على البوستيريور سكال بيز هو الاوكسيبيتال لوبس. احنا عارفين ان البرين السكال بيز بتاعنا مايل شويه، فالانتيريور بورشن سوبيريور شويه والبوستيريور بورشن ايه انفيريور شويه. عشان كده لما بنيجي نصور في السي تي لو احنا عايزينهم نطلعهم يعني سوا بعض بناخد بانجل شويه. دي تقسيمه، ده المنظر بتاع السكال بيز. لو احنا باصين للفولت من فوق، شلنا الدماغ بتاعت العيان وشلنا المخ وبنبص عليه من فوق، الحدود الانتيريور سكال بيز هي لحد الجريتر وينج اوف سفينويد، لحد الجريتر وينج اوف سفينويد، من اول الجريتر وينج اوف سفينويد. والانتيرو كلينويد بروسس، يعني الانتيرو والجريتر والليسر وينج اوف سفينويد والانتيرو كلينويد بروسس ده والتيوبركم سيلي، كل دولت ده الحدود اللي هي البوستيريور بتاع الايه الانتيرو كرينيال فوس. ما بين دولت والبتروس بون، الريدج بتاع البتروس بون، الحته اللي في النص دي ده الايه الميدل كرينيال فوس والسنترال سكال بيز. يعني الجزء اللي وراه ده، جزء اللي ورا البتروس ايدج ده، ويشمل كل محتويات التمبرال بون والقصه اللي جواها والانترنال اوديتوري مايتس وكل القصه دي، دي اللي هي البوستيريور سكال بيز. السكال بيز عامه بيتكون من عظم جنب بعض، في ثلاثه انبيرد بونز، يعني هي عظميه واحده، اللي هي انتيريور اللي فيه الاثمويد، اللي في النص فيه الاسفينويد، ورا الاوكسيبيتال. احنا عندنا اعتقاد عند بعضنا ان الاوكسيبيتال اثنين زيها زي الفرنت، زي الاوكسيبيتال، ما فيش سوتشر بيقسم الاوكسيبيتال اثنين، الاوكسيبيتال 1 اوكسيبيتال بون انبيرد. اما البيرد بونز اللي هم الفرنتال والتمبرال، دولت اللي بيشاركوا في تكوين السكال بيز. يعني البارايتال بون لا تشارك في السكال بيز، البارايتال بون ليست واحده من السكال بيز. وبرده الفيشيال بونز اللي هي البونز اللي موجوده في الفيشيال سكيلتون، زي الزيجوماتيك بون، زي المجزيلري بون، زي النيزل بون، دولت لا يشاركوا في تكوين في كباوندرز من السكال بيز. ده يعني الصوره المبدئيه بتاعت السكال بيز هتبقى عامله ازاي. البون اللي في السنتر وهي يعني الكي
بون في الموضوع كله هي الاسفينويد بون، وهي عامله زي الفراشه كده، ليها بادي، ليها بادي سفينويد بادي اللي هو بيبقى محشور في قلبه الاسفينويد ساينس، وليها قدام ال طبعا طالع منها كمان انتيرو كلينويد، ليها جريتر وينج وليسر وينج، ومن الليسر وينج اخره حاجه اسمها انتيرو كلينويد بروسيس، عامله جروف وفصه في السوبيريوس بوردر بتاعها اللي هو الهايبوفيزيال جروف اللي هي السله تيرسك اللي بترقد فيها البيتيوتري، من ورا في حاجه اسمها الدورسام سيلي وبوستيريو كلينويد بروسيس. الاسفينويد بون يعني في سوتشر ما بينها وما بين البيتروس تمبرال بون، اسمه هيبقى اسمه ايه؟ بيتروس فينويد ايه؟ بيتروس فينويد فيشر. وفي واحد تاني ما بين البيتروس بون وما بين الاوكسيبيتال بون اسمه البيترو اوكسيبيتال، بيترو اوكسيبيتال فيشر. اما بقى في سوتشرز ما بين الاسفينويد بون والتمبرال بون اللي هو الاسفينو اسكويموس سوتشر، لان ده من الاسكويموس بورشن بتاع التمبرال بون. وفي سوتشر تاني ما بين الاوكسيبيتال بون والماستويد بروسيس بتاع التمبرال بون هيبقى اسمه ايه؟ اوكسيبيتو ماستويد سوتشر. هو احنا عندنا زي ما شرحت لكم ببساطه كده مكونات الاسفينويد بون، برضو مكونات التمبرال بون. ايه هي التمبرال بون؟ شكلها ايه؟ وبتتكون من اني بارس؟ التمبرال بون ليها سكويمس بورشن اللي هو الفلات بورشن اللي هو الجزء البراني اللي بيبعم اللي بيشارك في عمايل الزيجوماتيك ارش، ماشي، وليها جزء اسمه تيمبانيك بورشن، التيمبانيك بورشن ده اللي جواه الميدل اير، وليها جزء اسمه البيتراس بورشن اللي جواه الانر اير. وناس بتسمي البيتراس بورشن كل البورشن بتاع او التيمبانيك بورشن يطلقوه على سواء ميدل وايه وانر اير مع بعض. وليها كمان ماستويد بورشن اللي هو فيه الماستويد اير سيلز، وناس تقول الستايلويد بورشن ده بورشن لوحده، مع ان الناس تدخله برضه من ضمن الايه الماستويد بورشن. كل دي اجزاء للتمبرال بون، عشان كده الاناتومي بتاع الحته دي مكلكع. السفينويد بون ليها شكل عجيب والتمبرال بون ليها شكل عجيب شويه، وايه والاثنين ارتكيوليتنج مع بعض، فكل الكلام ده بيعمل اللخبطه شويه في الاناتومي. برضه ما بين السفينويد بون بت 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 يعني في زي سينكوندروزز ما بينها وما بين الاوكسيبيتال بون، بيعملوا مع بعض الاثنين مع بعض يعملوا حاجه اسمها الايه؟ الكلايفس. الكلايفس ده بيتكون الجزء القداماني منه من الاسفينويد بون، الجزء الوراني منه من الاوكسيبيتال بون. الاوكسيبيتال بون بتشارك في جزء في ليها برضه بورشن اللي هو مع بيكون الكلايفس مع الاسفينويد بون، وليها كوندايلر بورشن اللي بيطلع منها الاوكسيبيتال كوندايل، وليها برضه سكويمس بورشن اللي هي الفلات بورشن اللي بتغطي البوستيريو كرينيال فوسا من ورا. لما نيجي نتكلم عن الانتيريو سكال بيز لاند ماركس، هنقول اول حاجه الفرونتال كريست والكريستا جالي. الفرونتال كريست ده الكريست اللي بيبقى طالع من اخر حته في الفرونتال بون اتاتشد ليه ال اسمه ايه؟ الفالكس، الفالكس ريبراي، الفالكس ريبراي ماسك من فوق بي في ال فالسفورم ليجامنت، يعني ماشي في الانتر هيمسفيريك فيشر ما بين السوتشر في الساجيتال سوتشر، ويمسك تحت لحد ما يمسك في الفرونتال كريست. وليها الجزء التحتاني منه اسمه الكريستا جالي. الكريستا جالي دي بقى يعني جزء طالع من الاسمويد بون، جزء طالع من الاسمويد بون بيربنتيكولار وفيرتيكال علشان يأتاتش فيه الفالكس ريبراي. فده الكريستا جالي والفرونت الكريست ده الموست انتيريور. وبعد كده عندنا الانتيريو كلينويد بروسيس اللي قلت لكم هو البوستيروميديال اند من الليسر وينج اوف ذا سفينويد، وده الحد الفاصل يعتبر ما بين او احد الحدود الفاصله ما بين الانتيريو والميدل كرينيال فوسه. بعد كده الليسر وينج اوف سفينويد زي ما وريتكم الصوره اللي فاتت. في هذه المنطقه هي اسهلهم في الاناتومي لان الفورامينا فيها قليله، في حاجه اسمها فورامين سيكم، وهوريكم صور بتاعتهم دلوقتي. الفورامين سيكم دي هي موجوده في الموست انتيريو بورشن من الكريستا جالي، الكريستا جالي قدام الكريستا جالي على طول. في فورامينا صغيره في الاسمويد بون اللي هي اللي بتكون جزء مهم ورئيسي في الفلور بتاع الانتيرو كرينيال فوسه اللي هو الانتيرو سكال بيز، بتتكون بالاسمويد بون، والاسمويد بون دي ليها جزء هو اللي رائد عليه على طول الفرونتال بون والفاكتور جراي اسمها الكريبري فورم بليت اوف اسمويد. كريبري فورم بليت اوف اسمويد مليانه
فورامني صغيره خالص خالص خالص، دي اللي هي بيسموها الفورامني اوف كريبري فورم فيت. بعد كده في حاجه اقل لهم اهميه، الانتيرو بوستيرور اسمويدال فورامني اللي طالع منها الاسموي انتيرو بوستيرور اسمويدال ارترز علشان تغذي الحته دي. يعني هنا في الصوره دي يمكن زغلله شويه بس هوريها لكم في صور ثانيه احسن. ده الايه؟ ده الكريستا جالي، وده الايه؟ الفورامن سيكم. الحته اللي فوق من كده شويه، فوق الليفل ده شويه، الجزء اللي فوق الكات ده بشويه هيبقى فيه الكريبريفورم بليت اوف اسمويد، واللي هو هيبقى مليان فيه فرامين صغيرين. شايف حلو قوي في الكرونال. ما هنا احنا في كات تحت شويه، بس انا هوريك الكات اللي فوق ده بالظبط مكمل مع الرينال سيبتوم، عشان كده هيبان هنا في الكرون. ادي الكريستا جالي، الكات اللي هيبقى تحتيه على طول هنا ده الايه؟ النيزل سيبتوم. نيزل سيبتوم الكريستا جالي اهي، والجزء اللي من بالعرض ده كل ده اسمه الكريبري فورم بليت اوف اسمويد. كريبري فورم بليت اوف اسمويد بيبقى هنا في كده جايروس صغير من البرين رائد عليه على طول اسمه الايه؟ ايوه جايروس ريكتس او الستريت جايروس. الحته دي اسمها الفوفيا اسمويداليس، الحته اللي هي يعني الدبريشن بتاع الاسمويد بون، والحته دي اسمها الايه؟ اللاترال لاميلا. مش مهم التفاصيل دي، لكن المهم دي كلها اسمها الايه؟ الاسمويد الفلور اوف انتيريو او الانتيريو سكال بيز يعني، او الفلور اوف انتيريو كرينيال فوسا. ودي من ضمن اشهر الاماكن اللي بيحصل فيها السي اس اف ليك. لو عيان خد تروما او كده وجاي بعد شويه بسي اس اف راينوريا والكلام من ده، بنعمل فحوصات زي السي تي سيستمنوجرافي وكده، بنلاقي ان ليها اماكن يعني كتيره مشهوره، من ضمن اشهر الاماكن اللي بيحصل منها ليك هو الكسر في الايه؟ في الكريبريفورم بليت، بالذات اللاترال لاميلا. طبعا دي يعني ده بقيه النيزل سيبتوم، وهنشوف بقى الاناتومي بتاع البارانيزال ساينسز النهارده، بس انا يعني هقول لكم اللي باين في الصوره دينا بنسهل شويه علينا. ادي النيزل سيبتوم، دي الانفيريو تيربنت، ده الميدل تيربنت، ده السوبيريو تيربنت الصغير، هتبقى شويه الاير سيلز اللي هنا دي الانتيريو اسمويدال ايه؟ انتيريو اسمويدال اير سيلز. وادي الايه؟ الماكزيلاري ساينس. هنا هيبقى البالت، وهنشوف التفاصيل فيما بعد ذلك. دي صوره يمكن اوضح سنه. ادي هنا الكريبر فورم بليت، كريبر فورم بليت اوف اسمويد، وادي هنا الفوفيا اسمويدالس. زي ما قلت لكم سنترال لامينا دي من ضمن الحاجات الشهيره قوي اللي بتتكسر وبيحصل منها سي اس اف ليك. الميديال اوربيتال وول اللي بيبقى واصل ما بين الاوربت والاسمويد ده اسمه لامينا بابريشيا، اسمه لامينا بابريشيا، وسميت كده علشان هي بتبقى رفيعه جدا، ثين بونز جدا، وده برده من ضمن الاماكن الشهيره في التروما ان يحصل فراكشر هنا، واحيانا كمان تطلع الاوربيتال كونتنس وتخش ساعات على الايه؟ على السمويد ساينس، بيسموها ايه؟ بلو اوت فراكشر، تحصل في الميديال او تحصل في الانفيريور وول. بعدين عندنا الاوربيتال بليت اوف ذا فرونتال بون، هنعرف برضو في الاناتومي بتاع الاوربت ان الباوندرز بتاع الاوربت بتتكون من كذا عضمايه، الفرونتال بون هي واخده اكتر جزء بالذات في السوبيريور، وبعدين عندنا الاسمويد بون يكون الميديال اكتر حاجه، وبعدين عندنا الماكزيلاري والزيجوماتيك بونز. ادي صوره للسي تي سيستمنوجرافي لو حد يعني حب ليه، مش عليكم الكلام ده بتاع الليك ولا حاجه، بس انا بوريكم ازاي فعلا ده. ادي سي تي، وادي محقون صبغه انتراثيكال، فالصبغه دي المفروض انها تلف مع سي اس اف سبيسز، واحنا بندور هي المفروض ما تروحش في بارانيزال ساينس، ما تخشش الصبغه في اي بارانيزال، لان سي اس اف مش نورمالي كونكتد مع اي بارانيزال ساينس. فهنا نلاقيها الصبغه دخلت في الاسمويد وعن طريق الديفكتات اللي احنا شايفينها دي، ممكن كمان تخش في الفرنتال في ديفكت هنا، ممكن تخش في الاسفينويد من طريق القصه دي وهكذا. نعم؟ سي تي سيستمنوجرافي او سي اس اف فلو، سي تي سي اس اف فلو. سنترال سكال بيز، سنترال سكال بيز الجزء الوسطاني ده اهم اللاند ماركس اللي فيه السله ترسيكا، لان هي دي اللي ايه؟ اللي بتتكون بالسفينويد بون، وهي السفينويد بون هي بقى هي يعني ملكه السنترال سكال بيز، وهي المرتبط بها كل حاجه في السنترال سكال بيز. السله ترسيكا هو الروف بتاع البادي، ماشي؟ الانتيرو كلينويد بروسس اللي قلنا اخر حته في الليسر وينج، وهو اللي بيفصل ما بين الانتيرور والميدل. البوستيريو كلينويد بروسس والدورسم سيلي ده في الجزء الوراني بتاعها، طبعا كافيرنا ساينس على جانبي الايه؟ السفينويد.
طبعا فيها هنا بقى في الحته بتاعت السنترال سكال بيز مليانه فورامينا، يعني ادي 8 ولسه في حاجات صغيره، بس يعني ايه خليها لما نيجي نشوفها احسن. ادي اول صوره مبدئيا كده، ادي طبعا ده الاوربت، ادي الاوبتيك نيرف، ادي هتبقى دي حاجه اسمها الميديا ريكتس واللاترال ريكتس، دي الزيجوما، وادي الجريتر وينج سفينويد. ما بين الـ هنا كده دي الاوبتيك نيرف طالع في كانال اسمها الاوبتيك، اسمها الاوبتيك كانال. الاوبتيك كانال دي مش ماشي فيه غير اهم حاجه الاوبتيك نيرف ومعاه الاوفثالميك ارتري. سنتر ريتنال ارتري وسنتر ريتنال فين مش مهمين يعني، لكن المهم عندنا في الانا في الايمجنج يعني هو الايه؟ هو الاوبتيك كانال. بعدين نلاقيها لاترال ليها سنه بسيطه، لاترال ليها سنه بسيطه وانفيرو سنه بسيطه، حاجه اسمها السوبيري اوربيتال فيشر، يعني كانهم طريقين ماشيين جنب بعض قوي، بس واحد لاترال وتحت شويه عن التاني، ده السوبيري اوربيتال فيشر. السوبيري اوربيتال فيشر بيتفصل عن اوبتيك كانال، الاوبتيك كانال مور ميديال والسوبيري اوربيتال فيشر لاترال شويه. هو السوبيري اوربيتال فيشر هو الفاصل او اللي بيحصل نتيجه الفرق ما بين الليسر وينج والجريتر وينج اوف سفينويد. لو رجعنا او نزلنا شويه كده هنلاقي، انا يعني متهيألي ان احنا ممكن نختصر الحته دي ونبص على طول على النت نجيب الفحص من اوله لاخره. ده السايت اللي كنت قلت لكم عليه قبل كده، ده اسمه هيد نيك برين سباين، كلمه واحده. في من ضمن الحاجات اللي فيه النيورو اناتومي موديولز، الموديولز اللي فيه هايله جدا جدا، وبيجيب لك الصور الثلاثه مع بعض، فبيبقى ظريف جدا في كده. ممكن بس نكبر سنه. هو هي يعني هو هيخلص اغلب الحاجات النهارده. الهيد نيك برين سباين ده لو اشتغل يعني. نحمل تاني. شوية ولا حاجة. طيب على كل حال عبال ما يحمل الصورة الباقية هوريكم بس الحاجات اللي باينة عندنا هنا في الصورة لحد ما يحمل الباقي. بصوا يا شباب الجزء اللي قداماني ده كله، ده هنا طبعا ده الاوربت، الاوربت ماشي هيبقى السنترال سكال بيز، بس مش هيبان معانا في الكات، سوري الانتيرور يعني سكال بيز مش هيبان معانا في الكات ده، لكن ادي السنترال سكال بيز اللي هو مين اللي بيتكون بالايه؟ بالسفينويدال ساينس، سفينويدال بون، ودي السفينويد ساينس اللي جوه اللي في قلب السفينويدال بون. طبعا السفينويد بون ليها برضو ليسر وينج اوف سفينويد وجريتر وينج اوف سفينويد، بيبقى هما مفصولين عن بعض. دي كده ده هنا الاوبتيك نيرف يمشي هنا كده، الاوبتيك نيرف في اوبتيك كانال، وتيجي لاترال ليه سنه السوبيريور اوربيتال فيشر. ده السفينويد بون على جنبها هيبقى فيه الكافيرنا ساينس على الناحيتين، والانترنال كاروتيد ارتري ماشي جواها زي ما احنا ما عارفين. الجزء اللي هنا اللي متلون احمر ده اللي هو الايه؟ دي التمبرال بون. تمبرال بون اخر احنا حدودنا في السنترال سكال بيز الانتيرو ريدج بتاع التمبرال بون.
كل ما هو كده ده تبع الايه بوستيريور سكال بيز. ف التمبورال بون زي ما قلنا ليها سكويمس بورشن وليها بيتروس او تيمبانيك بورشن وليها ماستويد بورشن. طيب ممكن خلينا نبدا شويه قبل ما التاني. بصوا بقى كده، يبقى احنا عندنا هنا ده الايه، دي ايه بقى الاناتومي بقى واحد واحد. احنا نازلين من فوق اهو، هنبتدي من فوق اعلى حاجه لحد تحت ماشي. سيبكم من العلامات اللي هو بيقولها خالص، مش مهم. السايت ده بس عيبه ان هو بيبقى يعني الديتيلز فيه اوفر عن اللي المفروض يعني ماشي. يبقى هنا ده ايه ده كريستا جالي. طيب الحته دي كلها دي بتاعت الايه انتيريور كرينيال فصه، هتبان بقى معانا الكريبر فورم بيتو في اسمويد. بصوا عليها في الكرونال، في الكرونال ليفل بتاعها فين؟ هو الليفل ده، يعني ده الجايروس ايه، ده الجايروس ريكتوس، والحته دي اللي هي الفلور بتاعها هو ده الايه الكريبر فورم بليت اوف اسمويد. عندنا هنا ده اسمه ايه، ده الانتيرو كلينويد بروسس. بالظبط ده الانتيرو كلينويد بروسس. الانتيرو كلينويد بروسس تلاقي في هنا ميديا، ليه في هنا اسمها ايه، دي الاوبتيك كانال. طب ودي ايه دي بقى، دي السوبيريو اوربيتال فيشر. هو الاوبتيك كانال ده ماشي في ايه، اوبتيك نيرف اوبثالميك ارتري سنتر ريتن ارتري. طب والسوبيريو اوربيتال فيشر داخل فيه كل حاجه رايحه للاوربت بعد كده، 2 و4 و6 3 و4 و6 كرينيال نيرف اللي هو اوكليموتر وتروكلير والابديوسنت، علشان دولت اللي هيسبلاي الايه الاكسترا اوكلر ماسلز. وهيبقى داخل معاه برضو الايه الفي 2 اللي هو الماكسيلري والفي 1 الاوفثالميك فينز. ده الانتيريور كلينويد بروسيس. ادي الانتيريور سكال بيز ما فيهوش اي فن اكتر من كده. لما نخش بقى في الميدل كرينيال فصه والسنترال سكال بيز هنلاقي بقى ادي الاسفينويد بون، ده اسمه ايه؟ البوستيريور كلينويد بروسيس والدورسام سيلي. اللي بيبقى قدام بقى ده الايه؟ الانتيريور كلينويد بروسيس، وبيسموا ساعات الجزء القداماني اللي طالع ده الايه؟ التيوبيركلم سيل. التيوبيركلم سيل هيبان احسن لو عملنا ساجيتال، هيبان احسن في الايه؟ في الساجيتال. وبعدين لو نزلنا لتحت شويه هنلاقي الاوربت ابتدت تخلص، هنلاقي الاوربت ابتدت تخلص وابتدت تظهر عندنا الماكسيلري ساينس، ابتدت تظهر عندنا الايه؟ ماكسيلري ساينس. ادي هنا طبعا خلاص بقينا في الليفل بتاع النيزل سيبتوم، نيزل سيبتوم. وهنعرف برضو النيزل سيبتوم ده بيتكون من كارتليجنس بورشن انتيريور، والجزء الوراني ايه بوستيريور بورشن بيتكون من حاجتين، حاجه اسمها البرنديكولار بليت اوف اسمويد طالعه من الاسمويد بون ونازل لتحت، وحاجه من تحت اسمه الفومر، اسمه الايه؟ اسمه الفومر طالع من البلت. المهم خلينا دلوقتي واحده واحده. احنا ادي الاسفينويد ساينس ابتدت تظهر، العظميه اللي اخر الاوربت خالص دي اللي هي الايه؟ دي اللي هي الزيجوم، دي اللي هي الزيجوم، والاخر حته طالعه لها من الاسفينويد بون دي اللي هي الايه؟ الجريتر وينج اوف سفينويد. وبعد كده ده السكويمس بورشن من التمبرال بون، وادي الماستويد بورشن والتمبانيك بورشن وهكذا. هنلاقي ما بين الماكسيلري، ما بين الماكسيلري ساينس، ولو نزلنا لتحت شويه هيبقى في عندنا هنا بون تانية صغيرة خالص اسمها الايه؟ البلاتاين بون، بلاتاين بون. البلاتاين بون دي بتشارك جزء منها في حتت كتيرة من ضمنها الميديان اوربيتال وول وهكذا، لكن ليها شكل مميز قوي، ليها تو بروسيسز، واحد اسمه الميديال تريجويد بروسيس والتاني اسمه اللاترال تريجويد بروسيس. الميديال واللاترال تريجويد بروسيس دولت ورا الماكسيلري ساينس، بيفصلهم عن الماكسيلري ساينس. شايفين الـ 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 الخن الصغير ده؟ الخن الصغير ده رغم صغره يعني ورغم ان هو حاجه ما تبانش يعني، وهو برضو لو طلعنا لفوق هو الحته الصغيره دي، الا انها حته مهمه جدا اناتوميكال، فليها اسم مشهور اللي هو اسمه ايه؟ تريجو بالاتاين فصه.
تريجو بالاتاين فوسا. التريجو بالاتاين فوسا اللي هي ما بين البالات يعني وما بين الايه التريجويد بروسيس، دي تريجو بالاتاين فوسا. ده اولا ده زي كروس رودز، زي الميدان بتاع الحته دي، في فرامنة كتيره جدا حواليه، فكلهم بيتقاطعوا مع بعض، فهي بالتالي هي منفذ للسبريد، سواء يعني كوندوي للتيومرز للانفكشنز لاي حاجه. فلازم يعني نبقى عارفين الاناتومي بتاعها شويه. هي السفينو التريجو بالاتاين فوسا دي برضو من ضمن يعني شهرتها ان بيطلع فيها ورم مشهور جدا اسمه النيزوفارينجيال انجيوفايبروما، بيجي في اليانج ميلز. هو بيجي اكتر في الحته بتاعت الاسفينو بالاتاين فورا من هنا. هقول لكم دلوقتي التفاصيل بتاعت ده. دي التريجو بالاتاين فوسا بيفصلها عن البالت بفورا من صغيره خالص اسمها الاسفينو بالاتاين فورا من، ما بين الاسفينويد والبالت اسمها اسفينو بالاتاين فورا من. دي اسمها الايه تريجو بالاتاين فوسا، بيختصروها حتى ايه بي بي اف، تريجو بالاتاين فوسا، ودي الاسفينو بالاتاين فورا من. وبعد كده هي بيبقى في فورامين تانية صغيرة خالص تخليها رايحة ورا المجزلة، فبيسموه ايه تريجو ماجزيلاري فيشر، ما بين التريجويد برضو والمجزلة فيسموه تريجو ماجزيلاري فيشر. دولت يعني اهم ثلاث حاجات تبقوا عارفينها، التريجو التريجو بالاتاين فوسا، والميديال اند بتاعها يعتبر اللي هو الفورامين الصغيره اسمها سفينو بالاتاين فورامين، واللاترال اند بتاعها اللي بيطلعها على المجزيلاري فوسا اسمه التريجو ماجزيلاري فيشر. بيبقى في هنا برضو شايفين احنا قلنا ده، احنا قلنا ده اسمه ايه؟ اسمه سوبيريور ايه اوربيتال فيشر، صح؟ ادي الاوبتيك كانال خلصت فوق شويه وميديال، ننزل تحت شويه بقت اسمها سوبيريور اوربيتال ايه؟ سوبيريور اوربيتال فيشر. لو نزلنا تحت شويه نلاقيها واصله بفيشر تاني صغير خالص اسمه انفيريور اوربيتال فيشر، هما الاثنين فاتحين على بعض السوبيريور والانفيريور قريبين جدا من بعض. فبرضو التريجو بالاتاين فوسا دي فاتحه برضو موصله للاوربت عن طريق عن طريق الانفرا اوربيتال او الانفيريور اوربيتال فيشر. معلش الحته دي ايه فيها شويه ايه يعني كلاكيع. لو نزلنا كام قط كده لتحت، احنا كده خلصنا القطات بتاعت الايه التريجو بالاتاين فوسا اغلبها، هننزل كام قط كده لتحت. هنلاقي ايه ظهر عندنا الايه التريجويد بليتس، اللاترال تريجويد بليت والميديال تريجويد بليت. وبرده دي نقطه مهمه جدا في الـ في الـ في البراكتس، علشان ده التريجويد بليتس هو اللاند مارك بتاع الفيشيال فراكشرز، الكلاسيفيكيشن بتاعت الفيشيال فراكشرز اللي بيسموها ايه ليفورت فراكشر. ليفورت فراكشر لو مكسور يبقى انت بتتكلم في ليفورت فراكشرز، لو مش مكسور يبقى انت ايه اي حاجه ثانيه. فده برضو اناتوميكال لاند مارك مهم جدا. واللاترال تريجويد ده بيطلع منها ماسل، اللاترال تريجويد دي بيطلع منها ماسل اسمها اللاترال تريجويد ماسل. بتطلع منين؟ من اللاترال تريجويد بليت. الميديال تريجويد ماسل بتطلع منين؟ لا غلط، من اللاترال تريجويد برضه، بس من الميديال سيرفيس بتاع اللاترال تريجويد بليد. يبقى احنا عندنا اللاترال تريجويد طالعه من اللاترال تريجويد بروسيس بس من اللاترال اسبكت بتاعه، اما الميديال تريجويد ماسل طالعه برضه من اللاترال تريجويد بروسيس بس من الميديال اسبكت بتاعه. وبعدين لو كملنا معاهم لتحت، لو كملنا معاهم لتحت خالص ساعات نلاقيها وساعات ما نلاقيهاش قوي، يعني ان اللاترال تريجويد بروسس يلف كده ويعمل زي يعني لفه كده يسموها تريجويد ايه؟ تريجويد هاميولس، تريجويد هاميولس. احنا كل ده بنحاول بس ايه يعني نخلص الايه السنترال سكال بيز، لان هو ده اللي فيه الاناتومي الكتير. تاني كده يكون فتح. كل ده لسه بيحمل.
مش عارف ليه النت بطيء قوي كده النهارده. هي الصورة في ال يعني الصورة في التاني أحسن، بس معلش عبال ما يحمل. نكمل بس ال نكمل السنترال سكال بيز. ماشي شباب، السنترال سكال بيز ده قلنا اتكلمنا عن السفينو بالاتاين، سفينو بالاتاين فورمن وتريجو بالاتاين فوسطة. من ضمن الكونكشنز بتاعه التريجو بالاتاين فوسطة برضو انها بتكونكت ورا بحاجه اسمها فورمن روتاندم. لو تفتكروا في الاناتومي كده كان يقول لك في ثلاثه فورمن ورا بعض، بيحفظهم كده بروس يعني رصهم ورا بعض كده، روتاندم اوفال وسباينوزم. الروتاندم هي الموست انتيريور، وهي دي كونكتد برضو مع البوستيريور بورشن من التريجو بالاتاين فصة. ماشي، ادي الفتحه ما بينها وما بين ال بقيه السنترال سكال بيز والميدل كرينيال فص، دي اسمها الفورامين روتاندم. وبعدين لو نزلنا ورا شويه، لو نزلنا تحت شويه، هنلاقي ان برضو في كنال صغيره خالص 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 بتكونكت اخر حته الموست كودال بورشن من التريجو بالاتاين فصة، اللي هي الخن الصغير اللي مزنوق اللي احنا عمالين نلف حواليه ده، اللي هو ده. في كنال رفيعه خالص مش عارف انتوا شايفينها ولا لا، اسمها فيديان كنال، برضو بتكونكت هي دي مع الميدل كرينيال فصة. بيبقى ماشي جواها فيديان نيرف، ومش مهم يعني فيديان نيرف وارتري مش مهمين قوي، لكن على جانبي بقى الفيديان كنال في نفس الليفل بتاعها اللي هو الليفل اللي تحت عن الفورامن روتاندم، في فورامن كبيره اسمها فورامن اوفال، فيها فورامن كبيره اسمها فورامن اوفال، ودي فورامن كبيره ومشهوره ويمكن اكتر واحده بتبان علشان كبرها. فدي بتبقى بترانسميت ايه؟ اهم حاجه فيهم كلهم المانديبلر نيرف، المانديبلر نيرف طبعا معاها بقى مش عارف ميدل مننجيال وميشري فينز ويعني حاجات تانية، بس اهمهم الايه؟ المانديبلر نيرف اللي هو برانش منين؟ من الترايجيمينال اللي هو الفي 3 اللي هو الثيرد برانش من الترايجيمينال اللي هو الكرينيال نيرف الخامس. يبقى دي الفورامين اوفال. لو نزلنا يمكن القط اللي بعديها واحيانا يبان في نفس القط بوستر ولاترال ليها اللي هي الايه؟ الفورامين سباينوزم. الفورامين سباينوزم فورامين صغيره خالص يعني ممكن ما نشوفهاش لو هي القطات مش متاخده ثين كاتس. زي نسيت اقول لكم في الاول ان السكال بيز عامه، السكال بيز عامه علشان نصوره محتاجين ثين كاتس جدا يعني 2 3 مللي، محتاجين هاي ريزوليوشن، والبون ويندو طبعا اهم فيه من السوفت تيشو ويندو علشان نشوف تفاصيل الفورامين. السي تي احسن ولا الام ار اي؟ هما كومبلمنتري لبعض.
السي تي احسن في البوني ديتيلز، وبالتالي الاناتومي فيه بيبقى اسهل كتير، لان انت عارف تشوف البوني ديتيلز اللي هي اللاند ماركس، كل اللي احنا عمالين نتكلم فيها هي بوني ديتيلز. اما الام ار اي بقى بيشوف المارو سيجنال، انفلتريتف ليجن واصل لفين بالظبط وهكذا، الام ار اي يشوفه احسن فيه. اما السي تي طبعا يعني سوبيريور جدا في الحته دي، عشان كده احنا هنا شغلنا كله على سي تي في البون ويندو اساسا اللي هو اساس الشغل يعني. يبقى نرجع تاني لمرجوعنا، احنا خدنا كده في الميدل كرانيال الفوسطى، خدنا الايه؟ خدنا الاوبتيك كانال، خدنا السوبيريور اوربيتال فيشر، خدنا الانفيريور اوربيتال فيشر، صح؟ خدنا التريجو بالاتاين فوسطى، صح؟ خدنا الفورامين روتاندوم، خدنا الفيديان كانال، عرفنا الفورامين اوفال والفورامين سباينوزم، ماشي؟ فاضل حاجه واحده كده، احنا عندنا طبعا ده ايه ده؟ ده الكاروتيد كانال، ده الكاروتيد كانال اللي هو ماشي فيه الانترنال كاروتيد ارتري اللي هو البيتراس بورشن، صح؟ الهوريزونتال بورشن من البيتراس بورشن بتاع الانترنال كاروتيد ارتري. الانترنال كاروتيد ارتري ده لو نزلت الكت اللي بعديه على طول، الكت اللي بعديه على طول، هتلاقي فورامين واسعه كده، وساعات تبقى الريجلر شيبد وشكلها عجيب كده، هي مش فورامين حقيقيه، لكن يعني هم بيسموها بيقولوا عليها ايه؟ فورامين لاسيرم. الفورامين لاسيرم دي تعتبر الفلور اوف ذا ايه؟ الانترنال كاروتيد ارتري، وهو ماشي اول ما بيطلع من البيتروس بون وقبل ما يخش في الكافيرنا ساينس، في سيجمنت صغيره قلنا حتى اسمها لاسيرم سيجمنت، هو بيعدي من فوقيها ويعتبر هو الايه؟ كفرنج بتاعها من فوق. فهو الحته دي بالظبط، لان احنا لو طلعنا قط اهو، ادي هنا الانترنال كاروتيد ارتري طلع خلاص اهو، واول ما هو طالع ان الخط دي اسمها الايه؟ الفورامين لاسيرم. لو تلاحظوا تلاقوا في الاخر كان السكال بيز كله موصل ببعضه، وممكن اي تيومر سبريد في اي حته. ليه؟ تخيل ان انت عندك مثلا تيومر هنا في التريجو بالاتاين فوس اللي هو قلنا الميدان رغم صغرها، لكن هي توصل على الايه؟ على الفيديان كانال، والفيديان كانال اللي هي موصله على الفورامين لاسيرم، والفورامين لاسيرم موصله على الفيشر اللي احنا قلنا اسمه ايه ده؟ بيترو اوكسيبيتال فيشر. كلهم تقريبا على نفس اللاين تقريبا، بالاضافه بقى ان الفورامين روتاندم كمان تدخله في الميدل كرينيال فوسه، ماشي، وممكن تكستند الاوربت كمان عن طريق الانفيلو اوربيتال فيشر. فالحته دي عشان كده السبريد بتاع التيومر في السكال بيز من ضمن الحاجات الخطيره جدا، لان هم كلهم ايه؟ قريبين من بعض وشبه بعض. طيب تخيلوا معايا بقى لو احنا هنعمل كورونال في هذا المكان بتاع السنترال سكال بيز، هيبقى المفروض عندنا هنا اللي في النص دي الايه؟ الاسفينويد ساينس والاسفينويد بون، صح؟ هيبقى على جنبها في الفورامين روتاندم اللي هي بتبقى انتيرور شويه، صح؟ اهي مش دي الفورامين روتاندم، هتبقى في قط انتيرور شويه ولاترال ليها دي الفورامين روتاندم. لو رجعنا بالقطات بوستيريور ولاترال سنه كمان، هتظهر لنا الفورامين الكبيره اللي هي الفورامين ايه؟ اوفال، وراها الصغير فورامين سباينوزم. طب ما تيجوا نشوفها كده هنا، هنقول له عايزين البلين الكرونال. احنا هنا ده في الفيس، لسه ما دخلناش على السكال بيز اساسا، دي الفيشيال بونز. مفيش مانع نقولها لكم يعني في السريع كده، لان النهارده المحاضره يعني كله مفتح على بعضه. هنا دي مثلا دي الفرنتال بون وجواها الفرنتال ساينس، صح؟ ادي هنا النيزل بون، صح؟ ده هنا الايه؟ النيزل سيبتوم اللي هو هنا هيبقى ده الجزء بتاع البربنديكولار بليت اوف ايه اسمه ايه. طيب لما نكمل لورا شويه هتبتدي تظهر لنا طبعا البالت، وادي الكارتليجينس بورشن، وادي بقى بدايات الماكسيلاري ساينس. احنا لسه كل ده ما دخلناش في الجد بتاع، ايوه من اول هنا ابتدت الايه؟ ادي الانتيريور سكال بيز، صح؟ ادي كريستا جالي، صح؟ وادي الايه؟ كريبري فورم بليت اوف اسمويد، سواء بقى فوفيا اسمويدالس واللاترال والقصه دي مش مشكله قوي، لكن احنا هنا ده ايه؟ ده الجايروس ريكتس، وادي كده ده الانتيريور كرينيال فصه هي اللي راقده على الانتيريور ايه؟ سكال بيز، صح؟
ده الاوربت بيبقى يعني في القط، لو احنا مش واخدين زاويه هيظهر في هذا القط على مستوى الميدل كرينيال الفصه والايه والبوستيرو كرينيال الفصه، عشان قلت لكم هي سلوبينج داون. لكن في لو احنا خدنا القطات اللي فوق الاوربت هي اللي هتظهر فيها الايه الانتيريور كرينيال الفصه والانتيريور سكال بيز احسن. هنرجع شويه، كل ده احنا لسه في الايه الميدل كرينيال فوس، في الانتيريور سكال بيز. اول ما هنبتدي بقى هنا تظهر معانا الانتيريور كلينويد بروسيس، يبقى احنا ابتدينا ايه اها، يبقى فين الانتيريور كلينويد بروسيس؟ ادي الانتيريور كلينويد بروسيس، ده الانتيريور كلينويد بروسيس. يبقى احنا هنا ابتدينا نخش في القصه بتاعت الايه، القصه بتاعت السنترال سكال بيز، اللي هيبقى انتيريور وميديال سنه لل الانتيريور كلينويد بروسيس هيبقى الايه؟ الاوبتيك كانال. الاوبتيك كانال اللي هيبقى لاترال ليها وتحت شويه هيبقى الايه؟ السوبيريو اوربيتال فيشا، عشان الاوبتيك كانال تيجي ميديال ليها وبعد كده تعمل هنا الاوبتيك كيازما، صح؟ هتعمل هنا بعد كده الاوبتيك كيازما، لكن هنا دي سنترال سوبيريور اوربيتال فيشا. ساعات بتتقسم في القط ده كده، يقول لك في حاجه اسمها اوربت اوبتيك ستراتس، اوبتكس يعني الحاجز الاوبتيك اللي بيفصل من الاوبتيك كانال عن السوبيريور اوربيتال فيشر، بس احيانا كتير ما يبانش الحقيقه. فخلينا هنا كده، يبقى احنا دخلنا فين هنا؟ ادي السنترال سكال بيز، صح؟ الاهم واحده فيها واللي في النص والكي بون هي الاسفينويد، الاسفينويد بون وجواها الاسفينويد ساينس. اول فورامين هتظهر، اول فورامين هتظهر معانا اللي هي هتبقى الفورامين ايه؟ اول فورامين انتيريور، اللي يعني واحنا ماشيين من انتيريور لبوستيريور، اول فورامين لاترال للاسفينويد ساينسز هتبقى هي الفورامين ايه؟ روتاندم، الفورامين روتاندم اللي هي دي اهي. هتظهر يمكن احسن اهي، ادي الفورامين روتاندوم اللي هي هنا، هي دي، ادي الفورامين روتاندوم. وبعدين لو كملنا شويه لورا هتبتدي تظهر لاترال ليها وفورامين اكبر شويه اللي هي الفورامين ايه؟ اوفال. ادي الفورامين اوفال لاترال شويه في السنترال سكال بيز، في السنترال على جانبي الاسفينويد ساينس من الناحيتين. لو كملنا سنه شويه ممكن تظهر معانا ايوه اهي الفورامين سباينوزم، الفورامين الصغيره خالص دي اللي هي دي، لاترال برضو للفورامين اوفال وبعديها وراها بكتين ثلاثه كده، تبقى دي الفورامين ايه؟ فورامين سباينوزم. وهتعرف الفورامين سباينوزم بانك هتلاقي جنبها على طول الايه؟ الستايلويد بروسس، لاترال ليها على طول الستايلويد بروسس، تبقى دي الفورامين سباينوز. وبعدين لو هنا ايه اللي ماشي جوه بقى ده؟ ايه اللي ماشي جوه البيتروس بون؟ ده الكاروتيد ايه؟ انتنا الكاروتيد ارتري، في الكاروتيد ايه؟ كانال، صح؟ اول ما بصوا تابعوه كده شوفوا هيمشي ازاي؟ اهو بصوا راح طالع ازاي الفيرتيكال بورشن بتاعه، الايه بقى الحته اللي هي تعتبر الفلور بتاعه وهو يعدي ويطلع، دي الفورامين لاسرم، يبقى دي الفورامين لاسرم. اذا ادي دولت السكال بيز فورامين، ويعني ده الاناتومي بتاعه. لما نخش بقى على البوستيريور سكال بيز، على البوستيريور سكال بيز هنلاقي ان هنرجع تاني للاكزيال، كل ما بننزل في القطات لتحت كل ما بتظهر معانا السكال بيز اللي وراها. يعني احنا عندنا انتيريور سكال بيز في الموست ايه سوبيريور كاتس، بعدين الميدل سكال بيز في القطات الايه الوسطانيه، بعد كده تفاصيل البوستيريور سكال بيز في القطات اللي ايه تحت، كانهم ثلاث ادوار لان احنا ماشيين من فوق لتحت، ماشي؟ فادي نيجي في البوستيريور سكال بيز، ايه حدود البوستيريور سكال بيز؟ البوستيريور ايه؟
ريدج بتاع التمبرال بون، كل ما هو ورا ده اسمه بوستيريو سكال بيز. فاهم العلامات اللاند ماركس بتاعتها هي التمبرال بون بمشتقاتها، واهمهم هنا الانترنال اوديتوري كانال، الانترنال اوديتوري كانال. وبعدين لما ننزل تحت كمان شويه يبتدي يظهر لنا بقى الكلايفس بمحتوياته، وعلى جانبي الكلايفس تظهر، على جانبي الكلايفس تظهر كنال صغيره اهي اللي هي اسمها الهايبوجلوسال كنال، اللي هتنقل فيها من اسمها لايه؟ الهايبوجلوسال نيرف، اللي هو النكرين النيرف رقم 12 اخر واحد خالص، اخر واحد خالص. يبقى دي الهايبوجلوسال كنال. طبعا الفورامن الكبيره اللي ورا اسمها الفورامن ايه؟ الفورامن ماجنوم. فدولت اللاند ماركس بتوع البوستيريور سكال بيز. وبعد كده هنكمل عادي بقى، ده الايه؟ دي الاوكسيبيتال كوندايلز اهي ماشي. وبعدين هيظهر بقى الايه؟ الانتيرو ارشف اطلس، وادي اللاترال ماسس بتاعت الاطلس اللي هتارتكيوليت مع الاوكسيبيتال كوندايلز مع في الاطلانتو اوكسيبيتال جوينت. وبعد كده هيظهر لنا الدنس او الاودونتويد بروسس اللي هو البيج اودونتويد بيج اللي هيارتكيوليت مع الانتيرو ارشف كده. فيبقى احنا كده خلصنا السكال بيز وخلصنا البرين، لان احنا ابتدينا خلاص في الايه؟ في السيرفايكال سباين. طيب هيبقى طبعا من ضمن برضو الفورامني واللاند ماركس بتاعت البوستيريور سكال بيز، هيبقى عندنا الايه؟ الكاروتيد كانال، الكاروتيد كانال اللي هي دايركتد انتيروميديالي، واخده من بوستيرولاترال للانتيروميديال، ماشي فيها الانترنال كاروتيد ارتري. وهيبقى عندنا من ضمن برضو الحاجات المهمه جدا الجاجلر فورامن، الجاجلر فورامن اهو، ادي هنا الجاجلر فورامن بتبقى بوستيريور وميديال للانترنال كاروتيد ارتري في الكاروتيد كانال بتاعنا. يعني ادي الجاجلر فورامن وتابعوها كده هتلاقيها اهي، لحد ما يبقى فيه هنا حاجه اسمها الايه؟ الجروف او الفور سيجمويد ساينس او سيجمويد نوتش ساعات يسموه، علشان دي اللي بيبقى فيها السيجمويد ساينس اللي هي تكملتها بعد كده هيبقى الانترنال جاجولار فين علشان ينزل في النك، صح كده؟ يبقى دي عندنا الماستويد، ماستويد بورشن من التمبرال بون اللي هي الماستويد جواها الماستويد اير سيلز، وعندنا هنا الجروف فور سيجمويد ساينس، وادي السيجمويد ساينس بتكمل بعد كده انترنال جاجولار فين. عشان ما بقاش يعني انسى حاجه واحنا ماشيين، الجاجولر فورامين نفسها بيبقى ساعات تتقسم تبان كده كانها مقسومه بحاجه زي بيسموها ساعات جاجولر كريست، جاجولر كريست. يقسم الجاجولر فورامين نفسها لمنطقتين، منطقه اسمها بارس فاسكلوزا ومنطقه ثانيه اسمها بارس نيرفوزا. بارس فاسكلوزا وبارس نيرفوزا. البارس فاسكلوزا هي اللي ماشي فيها الايه؟ الانترنال جاجولار فين، عشان كده فيسل. وبيبقى ماشي فيها برضو الكرينيال نيرفز 10 و11. نعم؟ لا، في البارس نيرفوزا بيبقى ماشي فيها الكرينيال نيرف رقم 9. ماشي؟ فالبارس نيرفوزا بتبقى اصغر كتير، هي الحته دي اصغر كتير من البارس فاسكلوزا اللي هي الحته الكبيره. ماشي؟ ده برضو من اللاند ماركس بتاعت البوستيريو كرينيال فوسا. طيب يبقى ده ايه ده يا جماعه؟ ايوه المانديبلر كوندايل، المانديبلر كوندايل، علشان ده اللي بعد كده هيعمل الايه؟ التمبورو مانديبلر جوينت. ادي التمبورو مانديبلر جوينت، دي المانديبلر فوسا وادي المانديبلر كوندايل. ماشي؟ يبقى برضو في يعني انتميت ريليشن ما بين السكال بيز وبقيه السبيسز وبقيه الاناتومي اللي في في الحته، علشان كده هم كلهم يعني اتاخدوا شربه واحده كده. اقول لكم التمبرال بون بالمره، هي يعني احنا كده تقريبا خلصنا السكال بيز خلاص. هوريكم بس كم، احنا قلنا القصه دي دي اللي قلت لكم عليها اللي هي تريجو بالاتاين ايه؟ فصة. هيبقى دي اسمها ايه الفورامين دي؟ سفينو بالاتاين فورامين، اللي هي بتوديها ميديال اسبكت بتاعها، واللاترال اسبكت بتاعها اسمه ايه؟ تريجو ماكسيلاري فيشر. طب وده اسمه ايه ده؟ انفيريور اوربيتال فيشر. طب والفصة اللي بتدخلها كانها على الميدل كرينيال، الفصة دي اسمها ايه دي؟ فورامين ايه؟
روتاندم، فورامين روتاندم، ودي السفينويد ساينس، وده الكلايفس. قلنا الكلايفس ليه حاجه اسمها سفينويد بورشن، ايوه، واللي هو بيسموه ساعات بيزي سفينويد، وجزء الثاني من الاوكسيبيتال بون بيسموه بيزي اوكسيبت، والاثنين مع بعض ما بينهم سفينو اوكسيبيتال سينكوندروزز، لحمين يعني، وهم اللي يعملوا مع بعض الايه الكلايفس. طيب وهنا بقى دي الايه، دي ايه الحته دي اسمها ايه؟ اسمها بيتروس ايبكس. كل الحته دي بقى ده التمبورال بون، كل ده السكويمس بورشن من التمبورال بون، وده التيمبانيك والبيتروس بورشن من التمبورال بون، وادي الايه الماستويد بورشن من التمبورال بون. يبقى الحته ده اسمه ايه؟ ده الزيجوماتيك ارش. الزيجوماتيك ارش اللي هو بيتكون من دي عظميه اسمها الزيجوما، تطلع بروسس بوستيريورلي، يبقى اسمه تمبورال بروسس اوف ذا زيجوماتيك بون. والزيجوماتيك بون نفسها تطلع بروسس انتيريور، يبقى اسمه زيجوماتيك بروسس اوف ذا تمبورال بون. الزيجوماتيك بتاع ده مع التمبورال بتاع ده يعملوا الاثنين مع بعض الزيجوماتيك ارش. الزيجوماتيك ارش حتى ساعات يسموه ايه، زيجوماتيكو تمبورال ارش، الاثنين ايه عاملين مع بعض الارش ده. ودي طبعا الايه الماكسيلري ساينس، وبعدين دي الايه الكاروتيد كانال. ولو هوريكم بقى في التمبورال بون التفاصيل بتاعتها دلوقتي، مش هخش دلوقتي، هنخلص بس السنترال كاربيز، حاسس ان انتوا هضمتوه، نخش على التمبورال بون. التمبورال بون يعني رغم ان انتوا كل يعني بيبقى شايف انها صعبه شويه، ايه اللي انا هقول لكم فعلا هتلاقوها في الاخر سهله جدا، ما هياش فيها اي يعني مشاكل. دي الحته اللي كنت بقول لكم اغلب الفورامين هتلاقيهم كانهم على لاين واحد، يعني ادي التريجو بلاتاين فصة، تلاقيها موصلة بوستيريورلي، ليها زي ما قلنا ليها ايه؟ ليها تو فورامين بوستيريور، واحدة لفوق شوية الفورامين روتاندم، واحدة لفوق شوية الفورامين، واحدة تحت شوية اللي هي الفيديان كانال، فيديان كانال اللي هي التريجويد كانال، هي نفس الاسم بتاعها، توصل لحد الفورامين لاسيرم اللي هو قلنا الفلور بتاع الانترنال كاروتيد ارتري، هو ماشي في اللاسيرم سيجمنت، اللي تلاقيهم هنا في الاخر موصلين ببعض البترو اوكسيبيتال، موصلين للبترو اوكسيبيتال فيشر، ومنه للجاجولار فورامين والهايبوجلوسال كانال. هتحس ان كلهم ممكن اي حاجه تعدي من هنا توصل لهنا توصل لهنا وهكذا، كلها ما بين ما بين السوتشرز وبعضها وما بين الفورامينا وبعضها. طيب ايه الكنال دي بقى؟ الفيديان كانال. ودي ايه الحته دي؟ تريجو بالاتاين فصه. طب وايه ده؟ الحته دي بالذات اسمها ايه؟ تريجو ماكسيلاري فيشر. طيب والحته دي الفورامين لاسرم، وده الايه الكاروتيد كانال. طيب ايه الفورامين دي اللي هي دي؟ فورامين اوفال. ممكن في نفس الكات او في الكات اللي بعديها تبان معانا الفورامين سباينوزا. ده الايه؟ الكلايفس، بيزي اوكسيبت وبيزي سفينويد. دي اخر حته في التريجو بالاتاين فصه، دي اللي هو ده الايه؟ دي التريجويد بون نفسها، التريجويد بون نفسها، ودي هتطلع منها بعد كده الايه؟ تريجويد بروسيسز. وده زي ما قلنا التمبورو مانديبولار جوينت. ودي بقى اللي هي الانترنال جاجولار فورامين، انترنال جاجولار او الجاجولار فورامين. الجاجولار فورامين دي بتتقسم لبارس نيرفوزا صغيره قدام، وبارس فاسكلوزا اكبر شويه او فاسكلاريس اكبر شويه. طيب لو خدنا كورونال في هذا القط اللي انا وريته لكم شويه، ادي الاوبتيك كانال الميديال، السوبيريور اوربيتال فيشر لاترال، الكافيرنا ساينس. هنا هتلاقي في التو فورامين اللي قلنا بين التريجو بالاتاين فصه والسكال بيز، بقيه السكال بيز بوستيريور اللي هم الايه؟ الفورامين روتاندم والفيديان كانال. ودي بقى التراجويد بروسيس اللي هم زي ما قلت لكم هتعمل بعد كده ساعات الايه؟ تريجويد ايه؟ تريجويد هاميلوس، ويطلع منها من اللاترال سايد الماسل دي هتبقى لاترال تريجويد، والماسل اللي تحتيها وطالعه من الميديال اسبكت اسمها الميديال تريجويد.
قلنا البيتروس ريدج، هقول لكم الجاجلر تيوبركل دلوقتي. اتكلمنا في البوستيريو سكال بيز، عرفنا الانترنال اوديتروميتس وهنشوفها بالتفصيل، شفنا الجاجلر فورمن، شفنا الجروف فور سيجمويد ساينس، شفنا الهايبوجلوسال كنال في الاكزيال وهوريها لكم في الكورونا اللي هي شكل ظريف جدا، الفورامين ماجنم والستايلوماستويد فورامين هوريها لكم في التمبرال بون. طيب ناخد مراجعه كده، واحد ده ايه؟ اوبتيك كانال ولا سوبيريور اوربيتال فيشر؟ سوبيريور اوربيتال فيشر، سوبيريور اوربيتال فيشر. طب اتنين؟ لا ده السوتشر اللي ما بين الكلايفس والبيتراس بون، اسمه ايه ده؟ ايوه بيترو سفينويد سوتشر، بيترو سفينويد سوتشر. طب وثلاثه ده اللي ايه؟ انترنال اوديتوري كانال. طب ده ايه؟ حد عارف ده ايه ده؟ انترنال اوكسيبيتال بروتيوبرنس، ودي الاوكسيبيتال بون. طب وايه السوتشر ده بقى؟ هو اوكسيبيتو تمبرال، بس هو مش ما بيسموش اوكسيبيتو تمبرال لان هو ما بين الماستويد بورشن والاوكسيبيتال بون، فبيسموه الايه؟ اوكسيبيتو ماستويد سوتشر، اوكسيبيتو ماستويد سوتشر. طيب هنسيب بقية التفاصيل دي دلوقتي. الحتة دي اللي هي ايه؟ لا لا ده الاوكسيبيتو ماستويد فيشر، اللمدويد هيبقى فوق قط عن كده، فوق عن كده بكتير. طيب دي ايه؟ واحد دي ايه؟ لا واحد جروف فور سيجمويد، جروف فور سيجمويد. امال ايه اتنين؟ دي جاجولار فورامين صح؟ امال ايه تلاتة؟ لا مش ده الانفير، دي الميدان نفسه، بس هو في القط اللي تحت خالص، دي اللي هو الايه؟ التريجو بلاتاين فوس. الانفير اوربيتال فيشر بيبقى لاترال واصغر من كده بكتير، لاترال عن كده واصغر من كده بكتير. ايه اربعه دي؟ انترنال كاروتي. طب وايه هنا خمسه؟ طب وايه سته؟ طب وايه ثمانيه؟ جميل. طب وايه سبعه؟ فيديان كنال، جدع فيديان كنال اللي هي بتوصل ما بين التريجو ماكزيلاري فصه. وايه بقى دي هنا؟ فورامين ايه؟ لا سيرم، لا سيرم ماشي. طيب وايه اربعه؟ فورامين اوفال. طب وايه ست ثلاثه؟ فورامين سباينوزوم، وادي الفورامين لا سيرم. طب وايه قلنا اتنين؟ اتنين دي الايه؟ هو هنا يلخبطك في الجاجلر، بس هي لا، هي الجاجلر هنا كبيره وده هيكمل كده، لان هو ده مش ده الفورامين لاسيرم، ده اخر الفيرتيكال بورشن بتاع الانترنال كاروتيد، ولسه هي ايه هيكمل الهوريزونتال بورشن بتاعه. طيب ايه دي بقى؟ استنى الاوديتري ميتس هنقول دلوقتي. طيب ايه الاول ثلاثه دي؟ هايبوجلوستال كانال، هايبوجلوستال كانال اللي هي الفتحه في البوستيريور كرينيال سكال بيز، ودي اللي بتنقل فيها الهايبوجلوسال نيرف. ايه واحد؟ ماستويد اير سيلز. واثنين؟ مانديبلر كوندايل. في الكورونال بقى، في الكورونال بقى هنلاقي ان البوستيريور كرينيال فصه ليها شكل ظريف جدا بيسموه دبل ايجل، دبل ايجل. شايفين دي كانها راس ايه؟ وادي الناحيه الثانيه كانها ايه؟ ال راس الصقر كده يعني، دبل ايجل ساين. دبل ايجل ساين ده دي ده الفاصل ما بين الجاجولر، ما بين الجاجولر والهايبوجلوسال كانال. ادي الجاجولر انترنال جاجولر، وهنا هتبقى دي الجاجولر فورامين اللي هي الحته هنا هتبقى كده، واللي تحت تحت الراس على طول تحت الهيد بتاع الايجل دي الهايبوجلوسال، الهايبوجلوسال كانال. يبقى دي الهايبوجلوسال كانال وادي الانترنال جاجولار بين. طبعا ده بقى بقيه الايه؟ بقيه بقى السيرفاك ده الاودنتويد بروسس، وادي السي 1، وادي بقى هنا الكوندايلر بروسس بتاع الايه؟ اوكسيبيتال كوندايلز، وبالتالي ده الاتلانتو اوكسيبيتال جوينت، وده الاتلانتو اكزيال جوينت صح؟ طيب الميدل اير دي هوريها لكم دلوقتي.
لو عملنا ساجيتال عشان نشوف السكال بيز، بصوا بقى هتلاقوا الانتيرو سكال بيز هو اللي فوق اكتر حاجه فوق، بيبتدي ادي كريستا جالي، بعد كده السنترال سكال بيز تبتدي تميل شويه على تحت، وبعد كده البوستيرو سكال بيز تميل اكتر. ده هنا كريستا جالي ساعات بيبقى اوسيفايد، ساعات بيبقى ايه اوسيفايد، مش بس كالسيفايد يعني جواه فاتي مارو كمان. فبالتالي حتى لو عملت ام ار اي، ممكن تلاقي فيه تي مارو سيجنال في التي 1 تلاقيها برايت، ممكن تلاقي مارو سيجنال. ال دي الكافيرنا، دي السفينويد ساينس اللي جوه السفينويد بون، اللي هي العمده بتاعه السنترال سكال بيز، اللي فوقيها الجزء اللي فيها ده اللي هو الايه؟ سله ترسكا، صح؟ اللي هي ماشي اللي جواها الايه؟ البيتيوتري فوسطه. طب وده اسمه ايه؟ ده تيوبركلم سيلي رفيع قوي، اللي وراها ده اسمه الدورسم سيلي، واخره البوستيريور كلينويد بروسس. الجزء اللي الفلات من الاسفينويد ده، البون اللي قدام التيوبركلم سيلي، بيسموها بلينم اسفينويدال، بلينم اسفينويدال يعني الفلات بورشن من الاسفينويدال ساينس، ماشي؟ طبعا ده الكلايفس، اللي تحتيه على طول الايه؟ النيزوفارينكس، ودي هنا عنده حتى انرجد ادينويد يعني، ادي هنا دي الايه؟ الانتيرور ارشف اطلس، وده الايه؟ الاودنتويد بروسس. طبعا دي الفرنتال ساينس، دي النيزال بون، صح؟ ده الهارد باليت، صح؟ ده السوفت باليت، ده التانك، يبقى دي الحته دي هي النيزوفارينكس، والحته دي هي الايه؟ الاوروفارينكس، وبعد كده هنكمل ونشوف. طيب لو عملنا كده ده الايه؟ ده الفرنتال ساينس، يبتدي تظهر الانتيرور كرينيال سكال بيز، ادي الكريستا جالي، صح؟ ده الاوبتيك نيرف، دي الاوبتيك كانال، ودي الايه؟ السوبيريور اوربيتال فيشر اللي هي الحته دي، ادي تخلص الاوبتيك كانال، الخط اللي فوقيها يبقى ايه؟ الخط اللي تحتيها يعني السوبيريور اوربيتال فيشر. دي الميدل كرينيال فوسه، ودي السفينويدال ساينس، الكاروتيد كانال اللي ماشيه هنا، الكانال دي اللي واصله ما بين التريجويد التريجو ماكسيلاري فصه والفورامين لاسرام، دي اسمها ايه؟ فيديان كانال. ادي الفورامين اوفال، ماشي؟ السباينوزم يمكن هنا بس مش باينه قوي. كل الكلام ده قلناه قبل ذلك. برضو في الكورونال الحته دي اسمها الايه؟ كريبري فورم بليت اوف ايه؟ اوف اسمويد، صح؟ ده الاوربيتال روف اللي بيكون مينلي بالفرنتال بون. دي اللامينا بابريشيا اللي هو الميديال وول بتاع الاوربت، ماشي؟ ادي الانتيريو كلينويد بروسس، الجريتر وينج اوف سفينويد، دي اللي هنا السوبيريور اوربيتال فيشر، وتحت الانفيرو اوربيتال فيشر، وهنا دي الاوبتيك كانال. اول فورامين هتظهر انتيريولي وصغيره وعلى جانبي السفينويدال بون والسفينويدال ساينس هي الفورامين روتاندم، الكبيره وشويه وهتظهر بعديها بقطين ورا كده، دي اللي هي الفورامين اوفال، واحده صغيره خالص جنب الستايلويد بروسس ميديا اللي على طول هتبقى الفورامين سباينوزا. صعبه؟ طيب التمبرال بون بقى هي كاننا هنزوم على حته في البوستيريور كرينيال فوس، يعني احنا الـ خلصنا السكال بيز عامه، هنخش على التمبرال بون اللي هي تعتبر مكون رئيسي من البوستيريور سكال بيز، بس ايه؟ من جوه، نخش له زوم عليه. التمبرال بون عامه، التمبرال بون اناتومي يعني هنتكلم فيه، حد عايز يقول حاجه؟ التمبرال بون اناتومي عامه هنتكلم عن، احنا يعني هنخلص دي وناخد ريست، ماشي؟ عشان نصلي ونريح شويه، وبعد كده عندنا النيك والحاجات دي، ويعني هنبتدي بالنيك، وبعد كده هيبقى فاضل البارانيزل والاوربت والكلام ده، كلام فاضي ما فيهوش اناتومي يعني، هتلاقيكم عارفينه لوحده. التمبرال بون يا جماعه، علشان نعرف الاناتومي بتاع التمبرال بون، الاير عامه بتتكون من ثلاثه مكونات رئيسيين كلنا عارفينهم، الاكسترنال اير والميدل اير والايه؟ والانر اير. الاكسترنال اير بتتكون من الاير اوريكل، البنه من بره، بقى يقول لك تريجس وانتي تريجس والكلام الفاضي ده مش ما يهمناش في الايمجنج في شيء. بعد كده في الاكسترنال اوديتري كانال، الاكسترنال اوديتري كانال دي بتبقى ليها كارتليجنس اوتر بورشن وليها بوني اوسيا او بوني انر بورشن، يعني الوول بتاعها بوني في الجزء اللي جوه. تفضل ماشي 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 مع الاكسترنال اوديتري كانال لحد ما تخلص عند التمبانيك ممبرين. التمبانيك ممبرين هتشوفه خط رفيع كانه مرسوم بالايه؟ بالقلم الرصاص، رفيع جدا. ده في النورمال.
ده اخر حدود الاكسترنال اوديتوري كانال. فالاناتومي بتاع الاكسترنال اوديتوري كانال ما فيهوش اناتومي، يعني كلام فاضي، وكله الحكايه اكسترنال اوديتوري كانال تخلص بالتمبانيك ممبرين. طيب نخش الميديا اللي تمبانيك ممبرين، هي الميدل ميدل اير. الميدل اير ايه الكونتينتس بتاعتها وايه مكوناتها؟ اولا الميدل اير لحد العظم بتاعها، يعني كل الكافيتي الارييتد كافيتي الميديا اللي التيمبانيك ممبرين لحد ما تخبط في العظم اللي جوه دي كلها ميدل اير. فبيقسموها لثلاث ادوار سوبيريور تو انفيريور، اللي فوق اسمه الايبي تيمبانم، اللي في النص اسمه الميزو تيمبانم، اللي تحت اسمه الهايبو تيمبانم. الايبي تيمبانم والميزو والهايبو بيتقسموا على ايه؟ قال لك رفلي كده على الليفل بتاع الايه؟ التيمبانيك ممبرين. يعني لو انت عامل كورونال، الحته بتاع اللي من الميدل اير كافيتي اللي قصاد التيمبانيك ممبرين ده الميزو تيمبانم، اللي فوقيها اسمه ايبي تيمبانم، اللي تحتيها اسمه هايبو تيمبانم. الهايبو تيمبانم ده جزء صغير جدا. الميزو تيمبانم ليه جزء قداماني كده، ساعات يفصلوا لوحده يقول لك اسمه ايه؟ برو تيمبانم. مش مهم، يعني هو جزء من الميزو تيمبانم. هنشوف دلوقتي الكلام ده على الصور بس تاخدوا فكره كده جروسلي هتبقى الدنيا ماشيه ازاي. الميدل اير الكونتنتس بتاعتها ايه؟ اهمهم طبعا الاوسيكلز. احنا عارفين ان عندنا ثلاث عظيمات صغيرين جوه الميدل اير، اللي هم الايه؟ اللي هم ايوه الميس والانكس والستيبس. الميس والانكس والستيبس وهم الثلاثه ارتكيوليتنج مع بعض. كل واحده منهم ليها بقى بورشنز، يعني الميس ليها هيد وليها بروسيسز، والانكس برضو ليها بادي وشورت بروسيس ولونج بروسيس وهاندل وهكذا. والستيبس ليها شكل مميز كده، اللي ليها ايه؟ ميديال ولاترال فود بليت، بتبقى لازقه هي على الاوفال ويند. فدي دي مكوناتهم. بس اشهر حاجه عندنا ان الهيد اوف انكس، الهيد اوف انكس بتارتكيوليت مع الشورت بروسيس اند بادي اوف ذا سوري الهيد اوف ميس بتارتكيوليت مع الشورت بروسيس بتاع الانكس في حاجه اسمها انكيودو مانيولر جوينت. ده اللاند مارك بتاع الميدل اير عندنا، لان هو بيعمل حاجه شبه الايس كريم، بيسموه الشهير الايس كريم كون. الايس كريم كون ده عباره عن ايه؟ الدايره هي الهيد اوف ميس، بقيه الايس كريم نفسه البسكوته هو الايه؟ الشورت بروسيس اوف ذا انكس، شورت بروسيس اند بادي اوف ذا انكس، ما بينهم هو الانكيودو مالولر جوينت. بعد كده لو نزلنا في القطات اللي تحتيها شويه هنلاقي بقى في هنا خطين اللي هو اللونج بروسيس بتاعت الانكس والبروسيس برضو بتاع الماليس، هيبقوا نقطتين صغيرين جنب بعض. يبقى اول كونتنت من الميدل اير هو عندنا هو الايه؟ الثلاثه اوسيكلز، ماشي؟ بعد كده عندنا كمان الفيشيال نيرف ماشي جوه، وده ليه اناتومي كده ظريف ولذيذ وعايز يتفهم هتلاقيه سهل وما فيهوش اي مشكله. بعد كده ما تضحكش والله ما فيهوش مشكله، لا يعني مش ما فيهوش حاجه، ده اناتومي ظريف جدا. ال 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 ماشي كمان جواه اثنين عضلتين، او طبعا ماشي كمان جواها من ضمن النيرفات كمان الكوردا تيمباناي، بس يعني الفيجواليزيشن بتاعه صعب قوي، فمحدش هيدق عليه خالص في الكوردا. هو بيبقى ماشي كمان جنب الايه؟ الفيشيال نيرف، فانت هتشوفه هتقول فيشيال، يعني هو هما الاثنين مع بعض. لكن الماسلز ماشيه فيها حاجه اسمها الاستابيديس ماسل، وحاجه اسمها التنسور ايه؟ تنسور تيمباناي ماسل. هما دولت الاثنين ماسلز برضو هوريكم شكلهم بيبقى عامل ازاي في السي تي. طبعا السي تي هو ماتش مور امبورتنت في الاكسترنال اير والميدل اير، اما في الانر اير يجي الام ار اي ليه دور مهم جدا. كده احنا خلصنا الميدل اير. الانر اير بقى بتتكون من ايه؟ الانر اير بقى مجموعه من الاستراكشرز عباره عن يعني قشره عظم ومن جوه فلويد، قشره عظم ومن جوه فلويد. فقشره العظم دي بيسموها الايه؟ البوني لابرنس، ومن جوه اللي بيسموها الايه؟ ممبرينس لابرنس، وبيبقى جواها فلويد اسمه اندوليمف، وبره بريليمف. شغلانه شويه مش هندخل فيها وتفاصيلها ما تهمناش قوي بالايمرجنج، بس هي اهم حاجه في الانر اير عندنا حاجه اسمها الفيستيبيول، حاجه اسمها الكوكليا، حاجه اسمها السيمي سيركولار كانالز، دولت الثلاثه الاساسيين، وبعدين الواصله لجوه اللي هي الانترنال اوديتوري كانال والكوكليار كانال والفيستيبولار كانال. هنشوف الكلام ده دلوقتي بالتفصيل
وهنخلي الفيشال نيرف اناتومي لوحده بعد ما نخلص كله، هقول لكم الفيشال نيرف بيمشي ازاي. دي المنظر اللي احنا بنتكلم عليه، ده الايه؟ الاير بينا، ودي الايه؟ اكسترنال اوديتوري كانال، وده الايه؟ الاير درام اللي هو الايه؟ تمبانيك ممبرين. يبقى كل ما هو هنا ده اللي هو الايه؟ الميدل اير، فيها جواها اوسيكلز، ادي الهيد اوف مالينس، وادي الانكس، وادي هنا الاستيبس اللي بيبقى ليها عامله زي اليو شيبد كده او زي المغناطيس كده، وليها فود بليت ماسك في الفورامين اوفال. ماشي، كل ده الميدل اير. الجزء ده من الميدل اير بقى هنسميه الايه؟ الايبي تمبانم، والجزء ده هنسميه الايه؟ الجزء الصغير خالص اللي تحت هنسميه الهايبو تمبانم. عشان كده خدوا بالكم ان معظم الاوسكل، اغلب الاوسكل موجود في اني سبيس؟ الايبي تمبانم، مش موجود في الميزو تمبانم. اغلب الاوسكلر تشين موجوده فين؟ في الايبي تمبانم. السبيس الصغير من الايبي تمبانم اللي فوق الاوسكلز بيسموها بروزاك سبيس. ده اشهر مكان بيحصل فيه اشهر ديزيز في الميدل اير، وهو كوليستياتوم. فالكوليستياتوم اول ما تبتدي تظهر في الحته اللي فوق، اعلى حته في الايبي تمبانم اللي هو البروزاك سبيس اللي هو هنا اهو. فعشان كده الكوليستياتوما دي من ضمن الحاجات اللي بتاكل العظم، تبتدي تاكل الاوسكلز على طول اللي هي لازقه فيها تحتيها، وتاكل الكفر بتاع الميدل اير من فوق. اسمه ايه الكفر ده اللي بيغطيها ويفصلها عن الميدل كرينيال فوسه؟ اسمه التيجمن تيمباناي. اسمه الايه؟ تيجمن تيمباناي. والتيجمن تيمباناي يا جماعه بيبقى ليه سوبيريور بوردر، ويلف كده مع الانتيريور، يبقى برضه في انتيريور تيجمن تيمباناي وسوبيريور تيجمن تيمباناي. يعني هو بيفصل الميدل اير انتيريورلي وسوبيريورلي عن البرين. ماشي، بعدين في هنا برضو اخر الاكسترنال اوديتري ميتس، اخرها الحته اللي بيمسك فيها التمبانيك ممبرين بيبقى فيه زي سبير كده، بوني سبير كده بيمسك فيه التمبانيك ممبرين من فوق، بيسموه ايه؟ بيسموه سكيوتم، بيسموه السكيوتم يعني الشوكه. فده برضو من ضمن يعني اشهر الحاجات اللي بتتاكل وبتتقرقط في حالات الكوليستياتوم. كده يبقى ده الميدل اير. بعد كده نخش في الانر اير. الانر اير زي ما قلنا جواها حاجه اسمها كوكليا، زي القوقعه، شبه القوقعه بالظبط، بتبان حلوه قوي في الكورونال فيو، شبه القوقعه فعلا. وجواها حاجه اسمها الفيستيبيول، والفيستيبيول ده ماسك فيه ثلاثه سيمي سيركولار كانالز، كل واحده في بلين غير الثاني، كل واحده في بلين غير الثاني. ففي واحده ادي الفيستيبيول كده، واحده تمسك عليه من فوق يبقى اسمها سوبيريور سيمي سيركولار كانال، والثانيه تروح لفه ماسكه عليه من ورا تبقى اسمها بوستيريور سيمي سيركولار كانال، والثالثه تروح ماسكه عليه من بره لاترال تبقى اسمها لاترال سيمي سيركولار كانال. يبقى هما ثلاثه في ثلاثه بلينز مختلفين، ما تلاقيش واحده زي الثانيه، يعني سوبيريور من غير انفيريور، ولاترال من غير ميديال، وبوستيريور من غير انتيريور. ماشي، لانهم في ثلاثه بلينز مختلفين. طبعا في الاخر في هنا الانترنال اكوستيك ميتس اللي هي جايبه لها، جايبه للانر اير الفيستيبيو كوكلير والفيشال نيرفز لحد عندها. ادي الايه؟ اكسترنال اوديتري ميتس، ادي الاير درام، الماليس والانكس والستيبس اصغرهم. ماشي، ادي كده الايبي تمبانم، الميزو تمبانم، الهايبو تمبانم، دي الكوكليا، دي الفيستيبيول مع السيمي سيركولار كانالز، وادي الفيشال نيرف والاكوستيك والفيستيبولار نيرفز جايين لها من الانترنال اكوستيك ميتس. لو يعني هنبص على تفاصيلها تالي احلى في الايمجنج اللي هو ايه، هيبقى سين مره واحده كده، ناخد القطات من تحت لفوق. ماشي، هنا ده يمكن في الهيد نيك برين سباين، ده هنا هيبقى احلى شويه علشان هنشوف الثلاثه بلينز قصاد بعض. ده كده الكورونال، ده كده الاكزيال، ده الساجيتال. الساجيتال اقلهم اهميه، يعني احنا لما بنيجي نعمل التمبورال بون او البيتروس سي تي بنعمل ساجيتال، بنعمل اكزيال وبنعمل الايه؟ الكورونال. الساجيتال ما بنحتاجوش الا في احيان قليله، ولو ان يعني ابتدى الاهتمام بيه شويه ويقولوا برضو بيبين شويه حاجات وبتاع، لكن هو مينلي خلينا في الاثنين الرئيسيين دلوقتي. القطات نعم، السي تي
بيتروس بون. حلو برضه السؤال ده. بصي احنا كان الاعتقاد السائد ان اي بيتروس بون يبقى ويز كونتراست، وهذا الاعتقاد غير صحيح، هذا الاعتقاد غير صحيح. في حاجات بتحتاج لها كونتراست وحاجات لا، ففيها تفصيل، مش كل روتين يتعمل له ويز كونتراست ومش كل روتين يتعمل له ويزاوت كونتراست. فالدكتور الكلينيشن هو بيبقى فاهم يعني، بيحدد الكلام ده لان هو بيبقى عارف اغلب مثلا الحالات، مثلا حاله كوليستياتوما ما بيبقاش محتاج لها كونتراست، الا لو هو شاكك في كومبليكيشن، شاكك في ساينس ترومبوز، شاكك في ابسس، لكن مش شاكك لانها الكوليستياتوما نون انهانسنج، فما تفرقش معاه كتير. برضو عيان التروما مثلا هتعملي له كونتراست ليه؟ هتعمل له كونتراست مش هيشوف حاجه. لكن مثلا عيان شاكك في جلومس بادي تيومر مثلا، لا ملوش حل، لازم ايه؟ لازم كونتراست وهكذا. نعم؟ لا الطفل جاي بالديفنس دي قصه ثانيه، ده ممكن يكون طفل صغير هيعملوا له كوكليير امبلانتيشن، فبيتعمل بروتوكول مخصوص سي تي وزاوت كونتراست وام ار اي، يعني الاثنين بيكملوا بعض علشان، فده في الغالب برضه بيتعمل سي تي وزاوت كونتراست. او بقى طفل يكون جايب اوتايتس ميديا مثلا، حسب الكلينيكال فيكشن، مثلا جايب ديستشارج جايب اوتايتس ميديا مثلا، والدكتور شاك انها بس بيشوف بس هي اوتايتس ميديا فيها بوني ايروجن ولا لا، برضه مش محتاجين كونتراست. ماشي؟ طيب احنا هنبتدي نتفرج على الحاله كده هتبقى عامله ازاي من فوق لتحت. احنا هنا هننزل من، هنفضل ماشيين واحده واحده كده لحد ما نشوف ايه اللي هيبان لنا اول حاجه في الفيوز واحنا نازلين من فوق. وبصوا ادي الكورونال، بصوا ادي الكورونال اهو، ده الكورونال وده ادي الخط اللي هيقول لنا احنا ماشيين من فين، وادي الساجيتال وادي الاكزل اللي انا هبقى ايه مركز عليه دلوقتي في الاول. ماشي؟ يعني بصوا هنا احنا فين في الكورونال اهو، فوق ادي ادي البيتروس بون والتمبرا بون لسه وصلنا، ادينا هننزل كده ونشوف هيبان ايه. اول واحده تبتدي تظهر، هما بس مفرقين عن بعض شويه، لكن اول واحده تبتدي تظهر هي ايه؟ في حاجه صغيره خالص هتبتدي تظهر معانا هنا اللي هي دي، اسمها ايه دي؟ اولا احنا في الميدل اير ولا في احنا في الاكسترنال ولا في الميدل ولا في الانر اير ولا ايه بالظبط؟ دي. طب ده ايه الجزء ده ايه الاول؟ ده الماستويد، ده الماستويد اير سيلز، صح؟ ماستويد بورشن من ده الماستويد اير سيلز. الجزء ده تبع الانر اير. الجزء ده تبع الانر اير، والدليل كملوا معايا وانا هوريه لكم هيبان في ايه. اهو شايفين؟ احنا دلوقتي ده الكات ده يا جماعه في الاكزيال ده، ده الكي ايمج، ده الكي ايمج بتاعت الماستويد. دايما اقول لكم ايه، في كل فحص كده في لاند مارك ابتدي دور عليه، ابتدي دور عليه هتفهم بقى الاناتومي فوقيه في ايه، تحتيه في ايه. ولما بيجي السؤال غالبا في سبوتنج عشان يجيب لك صوره واحده بيجيب لك غالبا الكي ايمج دي، علشان هي دي اللي فيها اغلب الايه، اغلب الشغل. لكن على كل حال هي دي الايه، الكي ايمج. هنبص هنا هنلاقي عندنا ماستويد اير سيلز، هنا مش باينه معانا الاكسترنال اوديتري كانال، بس هتبان اهو في الكات اللي بعديها او الكات اللي قبلها. ادي الاكسترنال اوديتري كانال، لو كملنا معاها تلاقيها خلاص ماشيه لحد الشارع، يبقى احنا هنعرف حتى الميديال من اللاترال بان خلاص الاكسترنال اوديتري كانال طلع على الشارع على اللاترال، يبقى احنا كده ماشيين ميديال 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 اهو، يبقى دي الاكسترنال اوديتري كانال. في هنا هتلاقي شايفين خط رفيع خالص، مش عارف شايفينه ولا لا، مش باين عندكم قوي، هو الخط ده يمكن مش باين في الصوره بس هو باين عندي شويه يعني. لكن هنا على كل حال مش هعرف افتح واغمق هنا في البتاع ده، ما فيهوش الظاهر ولا ايه؟ والله ممكن يكون فيه، مش عارف. لا مش هي، طيب ما علينا، هو يعني عامة صدقوني انا شايفه، هو في خط هنا، انتوا اكيد واثقين فيا يعني. فهنا ده التيمبانيك ميمبرين، يبقى هنا دي الاكسترنال اوديتري كمان، دي التيمبانيك ميمبرين، امال ايه دي؟ تمبرال، التيمبورال مانديبلر جوينت، دي الايه المانديبلر كوندايل، ودي التيمبورال مانديبلر جوينت. عشان كده ناس كتير اللي بيبقى عندهم وجع ومشاكل في التيمبورال مانديبلر جوينت بيجي لهم ايه؟ اير بين، بيجي لهم اير بين ان هو لازق فيها على طول، انتيريور ليها على طول.
وبعدين ادي هنا كده الجزء ده من الميدل اير ده اسمه ايه؟ ميزو تيمبانم. جواه حاجه؟ جواه اوسيكلز؟ لا. امال فين الاوسيكلز؟ الاوسيكلز في القطات اللي ايه؟ اللي قبل كده اللي فوقه. اهي. يبقى احنا لو احنا عايزين نبص على الاناتومي بتاع التمبرال بون، هات القط اللي فيه الاكسترنال اوديتري كانال وامشي معاها لحد ما يخلص بالايه؟ لحد ما يخلص بالتمبانيك ميمبرين. تبقى انت خلصت الاكسترنال اير وحذفتها على جنب، علشان لو جاي طفل صغير بيبقى من ضمن الانديكيشنز المهمه في ان انت تعمل سيتي تمبرال بون في الطفل الصغير، الطفل اللي عنده ايه؟ اكسترنال اوديتري كانال اتريزيا. اكسترنال اوديتري كانال اتريزيا، لو انت ما بصيتش على اكسترنال اوديتري كانال ماي بي ميزد، يعني انت ما تبقاش مركز معاه. لا، انت ركز معاها انك تخلص منها في الاول، الهواء واصل لحد بره، واصل لحد الشارع، يبقى انت عندك الاكسترنال اوديتري كانال. طب ما هو يعني اصلا بيبقى الدكتور عارف بيعمل ليه الفحص ده؟ لان الاكسترنال اوديتري كانال اتريزيا بيبقى اسوشيتد مع ميدل اير، ايه؟ ميدل اير انوماليز، والاوسيكلز ساعات تبقى ابسنت وديسبلاستيك وبتاع، فبيشوف علشان يطمن اساسا على الميدل اير، علشان لما يجي يعمل عمليه هيصلح هيشوف الايه البري اوبراتيف اسسمنت بتاعه عامل ازاي. ده قصه ثانيه. المهم خلصنا من الاكسترنال اوديتري كانال والتمبانيك ممبرين، روح بص على الميدل اير، اطلع قطين، اطلع قطين فوق القط بتاع الاكسترنال اوديتوري كانال عشان تشوف الايبي تمبانم، وهتجيب الكي ايمج بتاعت التمبورال بون عامه، الميدل اير والانر اير. الميدل اير هتلاقي فيها الايس كريم كون، الايس كريم كون اللي هو قلنا ده عباره عن ايه؟ هيد اوف ماليوس وايه؟ شورت بروسيس اوف انك. شايفين الخط الرفيع ده؟ ده الجوينت الارتكيوليشن الانفيودو مانيولر جوينت. طيب وبعدين الحته دي اسمها الايه؟ الايبي تيمبانم. لما نبص عليها في الكرونال، بصوا بتبقى عامله ازاي في الكرونال. الاوسيكلز موجوده في الجزء يعتبر الفوقاني من الميدل اير كافيتي في الايبي تيمبانم، بتبقى عامله شبه اللمبه كده، شبه اللمبه الصغيره كده. فادي وهنا كده لو ادي الاكسترنال اوديتري كانال، لو جينا قط قدام ولا حاجه هنلاقي هنا الاكسترنال اوديتري كانال كامله هنا كده، والميدل اير بيبقى خالص هنا. اهي بصوا هنا شايفين التيمبانيك ممبرين، ولا برضو صوره غامقه قوي؟ برضو غامقه؟ من انا شايفه عندي ليه؟ اهو ده التيمبانيك ميمبرين. امال ايه بقى ايه العظمايه اللي ناتقه دي؟ اسمها الايه بقى دي؟ اسمها السكيوتم، اسمها السكيوتم. يبقى طب وايه؟ ادي البوني وول بتاع الايه؟ اكسترنال اوديتري كانال اللي هو الانر ثيرد تقريبا من الاكسترنال اوديتري كانال، وبقيه الاكسترنال اوديتري كانال الوول بتاعها ايه؟ كارتليجنس. طيب وادي الاوسيكلز اهي، وادي كده تبقى الحته الصغيره دي هي الهايبو تيمبانيك. بالايس كريم كون وبالاكسترنال اوديتري كانال، منظر الاكسترنال اوديتري كانال. يعني ده مثلا خلاص ده الاكسترنال اوديتري كانال، وادي الايس كريم كون. ماشي؟ هتعرفيها، مش يعني انت تهيألك بس تهيألك. طيب بص ده الكات اللي فوق من الابيتيمبانم اللي هو بيبقى فيه الايس كريم كون، هنلاقي في نفس الكات في الانر اير بقى هنلاقي فيه الايه؟ هنلاقي فيه الفيستيبيول، هنلاقي فيه الفيستيبيول، يعني يا اما في نفس الكات يا اما في الكات اللي قبليه او الكات اللي بعديه، لكن يعني ايه؟ في الغالب هيطلعوا مع بعض. ادي هنا الكات بتاعنا، الكات اللي فوقيه على طول ده هنا الايه؟ اللمبه اللي جوه دي اسمها الفيستيبيول، عامله زي الخاتم مع اللاترال سيمي سيركلر كانال. ادي اللاترال سيمي سيركلر كانال مقفوله بالخاتم اللي هو راس الخاتم اللي هو الايه؟ الفيستيبيول. طيب دي اللاترال، امال فين الباقيين؟ بصوا في واحده ثانيه طلعت منين؟ تبقى دي الايه؟ دي البوستيريور، صح؟ طيب امال فين السوبيريور؟
اهي لفه ومكمله اهي علشان تمسك، بتمسك مع البوستيريور في الغالب في كومن امبولا، وتمسك بعد كده في الايه في الفيستيبيول، لكن اللاترال ماشيه لوحدها. تمام. طيب عرفنا الفيستيبيول والسيمي سيركلر كانال. في الاكزيال فين الكوكليا؟ الكوكليا هتلاقيها اهي في القط اللي بعديها، في نفس القط بتاع الفيستيبيول، هتلاقيها باينه على هيئه اللي الدكتور ممدوح يقول لك شبه الايه، شبه السجق كده، شبه حته سجق، صباع سجق بتاع اي حاجه، المهم هي خط صغير كده، ده اللي هو البيزل تيرن اوف ايه اوف كوكليا. لو نزلت خط لو نزلت قط كمان، او يعني طلعت قط كمان، هتلاقي هنا ابتدت تظهر كانها شبه الورده كده، كانها شبه الايه الورده دي، دي كده هي الكوكليا يا جماعه عباره عن لفتين ونص. ناس تقول ايه من لفتين وربع، لفتين وثلاث ارباع، مش هنفاصل في الربع ده، اعتبروها لفتين ونص. فهي ليها بيزل تير اللي هو ده، بعد كده دي هنا كده تعتبر لفه، وادي نص اللفه الثانيه، ولما تنزل هتلاقي ايه بعد كده تقلب بكت كده، بتبقى شبه الطبق اللي جواه حاجه، شبه الطبق اللي جواه حاجه. كل دي الايه المناظر بتاعه الكوكليا. ولو لاحظتوا في المنظر بتاع الورده ده، تلاقي جواها كده كان في حاجه ايه، حاجه كده بيسموها الموديولس. الموديولس ده اللي هو اللونج اكسس بتاع اللفه، اللونج اكسس بتاع الايه اللفه بتاع الايه، مش هي بتبقى عامله في الكورونال، هوريها لكم في الكورونال هتلاقي احسن كتير. هتبقى لفه زي القوقعة، في النص فيه سنترال اكسس بيسموه الايه الموديولس. طيب يبقى كده دي كده الايه الكوكليا معايا ولا توتو؟ كل الحاجات دي تيجي في الامتحان، دي حاجات سهله وبسيطه، هي ما فيهاش حاجه. نعم الايه طب. لا طب. لا في القط اللي تحت اهو، القط اللي تحت، لا لا في القط بتاع الايبيتيمبانم ده اعلى حاجه فوق اهو، ماشي اهو ده. بعد كده لما ننزل تحت في الميزوتيمبانم، في الميزوتيمبانم اهو، هتلاقي في الـ في الـ في القط بتاع الميزوتيمبانم ده، بتلاقي الميدل اير بيشبهوها بشكل ايه، شبه كلب البحر، شبه كلب البحر. فاحنا عندنا الخاتم، وعندنا الكلب البحر، وعندنا الايس كريم كون، وعندنا اللمبه، وعندنا الطبق اللي جواه حاجه، والسجق، يعني عندنا حاجات كتيره، تشبيهات كتيره جدا جدا في التمبرال بون محاوله لفهمها. وفي الاخر يقول لك هي الحاجات دي هتنزل يعني، ولا احنا ده الميدل اير بروبر صح، اللي هو الميزوتيمبانم، اللي هو شكل الايه كلب البحر. ليه شكل كلب البحر؟ لان هو ليه جزء باظ لقدام كده، عامل زي الراس بتاع كلب البحر، ده اللي قلت لكم بيسموه البرو تيمبانم، ساعات يسموه البرو تيمبانم. هو ايه اللي بيخليه باظ كده؟ لانه ماشي تيوب هنا كده توصل للنيزوفارينكس، اسمها الايه، ايوه الاوستيكيان تيوب او النيزوفارينجال تيوب. ده الاوستيكيان تيوب بتبقى ماشيه هنا كده، وفي مصل بتبقى ماشيه من هنا رايحه تمسك في الاوستيكلز، اسمها الايه، اسمها التنسور تيمبانوي، اسمها التنسور تيمبانوي. هي دي، بس هي بتبقى يا دوبك سوفت تيشو لينير كده. يعني ساعات تبقى واضحه اكتر من كده وساعات لا. هوريها لك في خطات ثانيه هنا، ماشي؟ طيب ده الميزوتيمبانم، وليه جزء ريسيس بوستيريور لكده، بيسموه ساعات الايه الساينس تيمباناي، بيسموه ساعات الساينس تيمباناي اللي هو الكات ده. معايا ولا تهتوا يا اخوانا؟ ادي الرجلين بتاعت كلب البحر، ادي الرجلين بتاعت كلب البحر، هتلاقيها حتى مقسومه كانها رجل قدامانيه ورجل ورانيه، او بالاصح يعني هي جزء رجل ميديال وجزء ايه لاترال، صح؟ اللاترال دي بيسموها التيمبانيك ريسيس او الفيشيال ريسيس، ودي بيسموها الساينس تيمباناي. مش مهم قوي يعني، مش مشكله لو تعرفوها، لكن يعني اسمعوا بس الاسم قوي، اسمعوا بس الاسم تبقى عندكم خلفيه عنه. الجزء البارز اللي بيقسمها للساينس ده اسمه البيراميدال ايمننس،
بتبقى جواه المصل اللي اسمها الاستابيديس مصل اللي بتروح تمسك بعد كده في الايه في الستيبس. مش مشكله برضو التفاصيل دي جدا، لكن احنا عايزين تاني علشان ما تتهوش. ده الايه احنا ماشيين من فوق اهو، ماشي طالعين هننزل واحده واحده. ده الايه ده الماستويد اير سيلز، ودي ايه اللي ظهرت دي سوبيريور سيمي سيركلر كانال. طيب دي الايه بوستيريور سيمي سيركلر كانال. نزلنا شويه هتبقى هنا الكات ده، ده ايه دي ده الفيستيبيول، ودي الايه طب وده ايه الابيتيمبانم. هيظهر الكات اللي بعديه على طول ظهر الايه الايس كريم كون، بيتكون من ايه هيج اوف ماليوس وشورت بروسيس اوف ايه اوف انكس، شورت بروسيس اوف انكس، وادي الانكيود ماليولر جوينت. وبعد كده ده الايه الفيستيبيول، ودي اخره اللاترال سيمي سيركلر كانال. طيب وده الكوكليا. هتلاقي بقى هنا ده ايه بقى دي دي الانترنال اوديتوري كانال اللي بعد كده هتدي فيستيبيولار نيرف يروح للفيستيبيول، وهتدي ايه كوكليار نيرف يروح للكوكليا، وهيطلع منها كمان الفيشيال نيرف اللي هنقول تفاصيل اناتومي اللي هو ده. يبقى هي طالع منها الثلاثه نيرف، واحد هنا دي الكوكليا رايح للكوكليار، وهنا دي تروح للفيستيبيول ده الفيستيبيولر، وبعد كده يطلع منها الفيشيال هنسيبه للاخر. طيب ده الايه الكوكليا، والكات ده الايه الكوكليا اللي هو الطبق اللي جواه الايه اللي جواه الحاجه. ده هي بقيه الكوكليا بترن اللي بعديها يعني، بس هي مقطوعه هنا اند اون يعني. لك ايه الحاجه كانت في سجق من شويه، مش عارف الحاجه هنا وصلنا لايه. بصوا اللي لازق اللي لازق في الكوكليا اللي لازق في الكوكليا وهو يعتبر الجنكشن ما بين البيزل ترن في كوكليا والميدل اير اللي هي الحته الصغيره دي، الحته الصغيره السوداء دي، دي اسمها الايه؟ لا مش الاوفل، دي الراوند ويندو. دي الايه؟ دي الراوند ويندو. حد بينده؟ لا بس ويندو راوند ويندو اه بالظبط، او ساعات يسموها النيش اوف راوند ويندو. يعني ايه النيش؟ يعني الفتحه بتاعت الراوند ويندو. ما هي قريبه جدا جدا فعلا من الساينس تيمباناي. بص الساينس تيمباناي الكات اللي بعديها على طول الحته دي الرجل بتاعت الكلب البحر، لكن دي الرجل باينه هناك احسن. الرجل باينه هناك احسن؟ لا طب يعني لا مش باينه هنا الكات بتاع الكوكليا، مش باين الكات بتاع الكوكليا، مش هو البيزل ترن الطبق اللي جواه الطبق اللي جواه اي اكل يعني. دي هنا اللي هي حته السجق دي، يبقى دي الساينس تيمباناي. لكن لو نزلت الكات اللي بعديها لتحت اهي اهي باينه قوي، لازقه فيها على طول، لازقه فيها على طول. دي الايه دي الراوند ويندو. طيب بصوا بقى على الكوكليا، بصوا على الكوكليا في الكورونر هتبقى عامله ازاي. بصوا اهي الكوكليا يا جماعه بتبقى ظاهره انتيريور ولا بوستيريور للفيستيبيول؟ هي هنا انتيريور ولا بوستيريور؟ انتيريور صح. يبقى احنا لما هنبتدي نرجع من ورا، ادينا احنا هنا ماشيين من قدام لورا صح، ادي المانديبلر ايه تمفورو مانديبلر جوينت، ده المانديبلر ايه كوندايل وهكذا. طيب وده الايه ستايلويد بروسس تمام. طيب هنرجع هنا هنلاقي ابتدت تظهر الايه الميدل اير كافيتي، وادي ابتدت تظهر هنا الايه الاوسيكلز، وادي الاكسترنال اوديتري كانال، وادي هنا الابيتيمبانم والميزوتيمبانم. اول حاجه ظهرت لنا الايه القوقعه دي، القوقعه دي اللي هي الايه الكوكليا. ادي البيزل تيرن هنا هو الطبق بتاعها الناحيه صح، وادي بعد كده اللفه الثانيه ادي الميدل تيرن اللي هي اهي، بعد كده ادي الايبكس بتاعتها او الجزء الصغير بتاعها خالص، والسنتر بتاعها اللي لافف اللي هو يعتبر القلب بتاعها اسمه الايه اسمه الموديولس. لو لاحظتوا هنا كمان هتلاقوا قدام الكوكليا في عينين،
صح؟ يسموهم سنيك ايز، عينين الايه؟ تعبان، عينين اي حاجه. يبقى دولت مليانه التمبرا البون، مليانه تشبيهات ومليانه حاجات، ودبل ايجل وسنيك ايز وسجق وبتاع شغلانه. ده هو ده كله محاوله للتسهيل مش اكتر. بيصعبوها اكتر، كانوا صعبناها اكتر الحقيقه. السنيك ايز دي عباره عن الفيشيال نيرف. الفيشيال نيرف هنقوله تفاصيله الاناتومي دلوقتي، بس هو بيبقى ماشي في الـ في الـ في الميدل اير، بيبقى رايح وراجع، بيبقى رايح وراجع، يمشي لقدام ويعمل حاجه اسمها جينيكلويد جانجلون او انتيرو جنو، بعدين يروح راجع تاني. فلو خدت كات كورونال وهو رايح وراجع هيبان على هيئه ايه؟ على هيئه اثنين جنب بعض، هم السنيك ايز دول. هم السنيك ايز دول. ماشي؟ في ناس ابتدت تضحك. يعني من دلوقتي خلاص كده انت نعم؟ يعني ابطل كفايه كده خلاص مش مهم؟ شكلكم هترجعوا في كلامكم، يقول لك معلش عايزين الورق تاني، محتاجين الورق شويه النهارده. هنغير كلامنا. بصوا يا جماعه، والله الحكايه مش صعبه، هي بس في الاول، بعد كده لما تاخد عليها كده بعد التليين شويه تبص تلاقي الحكايه بقت سهله جدا ما فيهاش حاجه. يبقى احنا عندنا هنا ده، هنمشي تاني اهو. بصوا دي ايه؟ سوبيريو سيمي سيركلر كنال. اصحوا معايا بقى، اصحوا معايا، خلاص هي خلصت، خلاص التمبرال بون اهي. يبقى دي سوبيريو سيمي سيركلر كنال. ماشي يا منى؟ بتضحك من ساعه ما قعدنا، ما اعرفش بتضحك على ايه. بص كل ما اقول حاجه الله العظيم راجل، ايه نهرجوا الناس دي. المهم دي سوبيريو سيمي سيركلر كنال، صح؟ وبعد كده دي الايه؟ بوستيريو سيمي سيركلر كنال. ده الايه؟ فيستيبيول. وده الايه؟ لاترال سيمي سيركلر كنال. طيب دولت يبقى الايه؟ الاوسيكلز. لو نزلنا كمان كات ولا طلعنا كات هتبان الايس كريم كون، ادي الايس كريم كون. كات ولا كات كمان هتبان الاكسترنال ايه؟ اوديتري كنال، وادي هنا التمبانيك ممبرين، وادي كده الميدل اير. طيب ده الايه اللي هو الكات بقى بتاع الميزو تيمبانم، اللي هو الكات بتاع كلب البحر، دي اسمها الايه؟ تنسور تيمباناي. وايه التيوب اللي رايحه على النيزوفارينكس اللي مليانه هواء، دي اسمها ايه؟ اوستيكيان تيوب. طيب ده اسمه ايه ده الساينس؟ ده رجل الكلب ده اسمه ايه؟ ساينس تيمباناي. طيب وايه بقى اللي عامل زي السجق ده اسمه الايه؟ بيزل تيرن اوف ذا كوكليا. بيزل تيرن اوف كوكليا. قالت ايه؟ مش مهم. ده الساجيتال، ده الساجيتال. طب اكزل وكرونال شبه بعض قوي. الاكزل وكرونال شبه بعض جدا. دي حاجه تصدمني شخصيا. يعني ما جابش الكات ده مش عارف ده كرونال. يعني لو جابوه في اي حته. طيب ماشي مش مشكله، انا هوريهولك في كات فيه كام، مش مقسوم، مش ودن واحده. اظن يعني لو يعني ما شفتيش بقى في الودنين يعني هتبقى مشكله. هنشوفها دلوقتي، هنشوف. لا انت اكيد متهيألك انت بس مش مقدره قيمه التمثيل، لكن اكيد لما تعرفيها هتشوفها. بيزل ترن في كوكليا. بيزل ترن في كوكليا. انتوا جوعتوا ولا ايه؟ ادي الايه؟ ادي المنظر بتاع الكوكليا اللي هي الطبق ده. يبقى ايه الصغيره دي؟ اهو بيغششكم اهو راوند وين. ماشي طيب دي الانترنال اوديتري كانال. عايزين بقى نفهم قصه الفيشل نيرف. الفيشل نيرف والله سهل، ما بتضحكوش. انا كل ما اقول حاجه بتضحكوا ليه؟ الفيشل نيرف ده موضوع سهل وبسيط جدا. الفيشل نيرف طالع منين؟ من البوند، صح؟ طالع هو 7 و8 كرينيال نيرفز طالعين مع بعض، فبيمشوا الاول في الميدل سيربيلر بيدانكل، ميدل سيربيلر سيسترن، صح؟ فيبقى ليهم اول سيجمنت قبل ما يخشوا الاير، ولا قبل ما يعملوا حاجه اسمها سيسترنال ايه؟ سيجمنت. ماشي؟ بعدين راحوا داخلين جوه الانترنال اوديتري كانال من هنا، اللي هي دي بيسموها ساعه البورس اكوستيكس، يعني اللي هي الاوبننج بتاعت الانترنال اوديتري كانال. دخلوا منها على جوه الانترنال اوديتري كانال، يبقى اسمها السيجمنت بتاعتهم دي اسمها ايه؟ كاناليكولار سيجمنت. صعبة؟
يبقى عندنا سيسترنال سيجمنت كاناليكولار سيجمنت ما فيهاش حاجه، احنا لسه ما اتكلمناش. الفيشيال نيرف بقى اول ما يطلع من الانترنال اوديتوري كانال ويخش على الانر اير يروح طالع عامل حرف الفي، طالع عامل حرف ايه؟ حرف الفي لقدام، طالع لقدام وعامل حاجه هنا كده اسمها جينيكيليت جانجلين او انتيرو جينو، ويروح راجع تاني لورا، يروح عامل حرف الايه؟ الفي. وهو ده السبب ان احنا لو قطعنا في الكات ده كرونال هيبان لنا على هيئه ايه؟ على هيئه ستيك ايز فوق الكوكلي على طول. ماشي؟ تاني ادي الانترنال اوديتوري كانال ماشي فيها الفيشال نيرف ومعاها الفيستيجيو كوكلر. ماشي؟ اول ما بيطلع منها بيروح هو طالع اهو، يروح طالع لقدام ويعمل حاجه اسمها جينو ركبه انتيرو جينو، ويروح راجع تاني لورا. كل الحته دي اللي هي رايح راجع اسمها لابرنثاين سيجمنت، لانها جوه الايه؟ جوه الانر اير اللي هي اللابرنث، يبقى اسمها لابرنثاين سيجمنت. يبقى احنا خدنا سيسترنال سيجمنت، بعديها كاناليكلر سيجمنت، بعديها مشي جوه الانر اير بقى اسمه ايه؟ لابرنثاين سيجمنت. ماشي؟ وبعدين يا سيدي راح ماشي لورا، جه وهو كده عايز يطلع بوستيرو ميديال، عايز يمشي بوستيرو ميديال، يلاقي هنا الول بتاع الايه؟ بتاع الميدل اير اللي هو الميديال وول بتاع الميدل اير، يخرم ويروح ماشي تحتيه على طول. هيبقى ايه اللي فوقيه على طول؟ ايه اللي مغطيه على طول؟ السوبير اللاترال سيمي سيركلر كناش، هو هيمشي من تحتيها على طول. فبالتالي لو جيت تبص عليه، لو جيت تبص عليه في الكورونال بص بقى في الكورونال الحته دي هي الحته اللمبه اللي هنا اللي هو الايه؟ الفيستيبيول. الفيستيبيول صح؟ الفيستيبيول ده ماسك فيه لاترال سيمي سيركلر كانال رايحه ناحيه اللاترال اللي هي ادي اللاترال وادي الاكسترنال اير صح؟ ادي اللاترال سيمي سيركلر كانال وماسك فيها كمان من فوق الايه؟ ادي السوبيريو سيمي سيركلر كانال. فبتبقى عامله كده ايه؟ ادي الفيستيبيول وطالع منها اللاترال سيمي سيركلر كانال وادي السوبيريو سيمي سيركلر كانال، وهي كونكتد بالكوكلي عن طريق الحته دي. احنا دلوقتي بنتكلم ادي الفيشال نيرف طلع من هنا دخل في الانترنال اوديتوري كانال، طلع لقدام وبعدين عمل جينو ورجع لورا وراح نازل من تحت اللاترال سيمي سيركلر كانال عند الميديال وول بتاع الميدل اير. يبقى لو جينا هنا هنلاقيه فين؟ هنلاقيه هنا اهو، اهو اهو الحته الاخضر دي، الاخضر دي انا هشيلها اهو. مش بتشاف اهو، هوريه لكم والله. لا بيتشاف والله، الحاجات دي مواهب بتشاف. هو بيبقى ماشي هنا بالظبط اهو. ليه؟ ده الفيستيبيول وده اللاترال سيمي سيركلر كانال. هو ماشي من تحت اللاترال سيمي سيركلر كانال عند الميديال وول بتاع الميدل اير. ماشي؟ يبقى هنا يفضل هو ماشي بقى كده في الحته دي لحد ما يطلع، لحد ما يطلع يعني في يعني مخترق الميديال وول بتاع الميدل اير. ماشي؟ دي اسمها هنا بقى هتبقى اسمها ايه هنا؟ تيمبانيك سيجمنت، لانه ماشي جوه التيمبانيك كافيتي. يبقى هو كلامه يعني تسمياته السيجمنتس يخوف، لكن هو في الاخر كلام منطقي. سيسترنال سيجمنت، كاناليكلر سيجمنت، لابرنتاين سيجمنت، تيمبانيك سيجمنت. سيسترنال ماشي في السيسترن، كاناليكلر ماشي في الكنال، انترنال اوديتوري كنال. ماشي؟ سيسترنال اللي ماشي في السيربيلو بونتاين سيسترن، والكاناليكلر اللي ماشي في الاكسترنال اوديتوري كنال. لابرنثاين اللي ماشي في اللابرنث في الانر اير، تمبانيك لما دخل جوه الميديال اير عند الميديال وول بتاعها صح؟ وبعد كده اهو يمشي هنا في الميديال وول من تحت، من تحت اللاترال سيمي سيركلر كنال، يفضل ماشي بصوا ركزوا معايا، ركزوا معايا على الخط الاخضر ده. ماشي؟ ركزوا معايا على الخط الاخضر ده، سوري اهو بصوا راح هنا، ما هو راجع بوستيرو لاترال صح؟ ماشي على الميديال وول بتاع الميديال اير،
راجع بوستيرو لاترال بقى ماشي بالعرض وبعدين قرر فجأة انه يروح نازل وطالع بره القصة دي خالص، فيبقى عمل من ورا تاني بوستيريور جينو. ما كان عنده انتيريور جينو فين؟ في الانر اير لما عمل الفي شيب ورجع، وبعدين مشي في الميديال وول وراح مقرر ينزل مرة واحدة. النزله المره واحده دي اللي هي البوستيريور جنو هينزل فيرتيكالي اللي هي هنا. بص اهي، بصوا بعد كده هيروح عامل ايه، يروح نازل فيرتيكالي، نازل فيرتيكال جوه الماستويد كافيتي لحد ما يروح طالع اهو ما بين الماستويد والستايلويد، ما بين الماستويد والاستايلويد. ادي الماستويد اهو، بص هنا ده الماستويد سيجمنت اللي هو ماشي جوه الماستويد. بعد كده مش باينه في الكات بس هو بص عليها في الساجيتال حتى هتلاقيها حلوه جدا. هنا دي ده يمكن الفايده الوحيده للساجيتال انه بيبان فيها وهو نازل فيرتيكال حلو ما بين الماستويد والايه والاستايلويد، فدي اسمها الاستايلو ماستويد فورامين. ويروح طالع بره الكرينيوم خالص، طالع بره السكال بيس خالص، يروح داخل جوه الايه الباروتيد، ويروح متقسم جوه الباروتيد للايه ايوه بالظبط للبرانشات التيرمينال برانشز بتاعته. ادي قصه الفيشيال نيرف والكورس بتاعه، طالع من البونز ماشي في السيربيلو بونتاين سيسترن يبقى اسمها سيسترنال سيجمنت، يخش جوه الانترنال اوديتوري كانال يبقى اسمه كاناليكلر سيجمنت، يروح داخل جوه الانر اير عامل في شيد يبقى اسمها ايه؟ لابرنساين سيجمنت، وراس الفي هي الانتيريور ايه؟ جينو، ماشي؟ وبعدين يروح راجع بوستيرو لاترال وماشي على الميديال وول بتاع الميدل اير اسمه ايه؟ تمبانيك سيجمنت، لحد ما يوصل للماستويد ويروح يقرر ينزل مره واحده يعمل البوستيريور جينو وينزل في الماستويد سيجمنت ويطلع من الكرينيوم خالص عن طريق فورامين اسمها ايه؟ ستايلو ماستويد فورامين، يروح داخل يلاقي نفسه جوه الايه؟ جوه الباروتيد يتقسم ويخلص. صح؟ طيب عشان بس خاطر الدكتوره تعالي يا دكتوره منى، ده انا عايز اقول لك الحته دي مخصوص. تعالي هقول لك هوريكي دي بس وبعدين خلاص احنا خلصنا هناخد الاسبوع عشان الدكتوره منى تعبت كده. دي اني ودن دي يا جماعه؟ الرايت اير صح؟ ايه ده اللي ظهر اول حاجه عندنا فوق؟ سوبيريو سيمي سيركلر كانال. في حد متلخبط في حاجه واحنا ماشيين حد يقول لي لا هو دي قلتها ليه؟ علشان ايه؟ خلاص دي اخر مراجعه للتمبرال عشان هنخلصها كده ماشي؟ يبقى دي الايه الماستويد اير سيلز. نعم؟ ماستويد اير سيلز يعني هقول لكم كلمه زياده يعني لو عايزين تعرفوها، اكبر ماستويد اير سيل فيهم اسمها ماستويد ايه؟ انترم. كويس، ماستويد انترم. فالوصله ما بين الماستويد انترم والميدل اير كافيتي بيسموها ساعات الماستويد ماستويد اد انترم. اد انترم يعني بوابه الماستويد انترم، هي دي الماستويد انترم والحته الصغيره اللي هتفصلها عن الميدل اير اسمها ماستويد اد انترم، مش مشكله قوي. طيب ما لسه لما اقول لكم بقيت ما علينا، قد كده هننزل بقى هنلاقي هنا في خط بتلاقيه شايفه كده خط رفيع كده بيبقى نازل من تحت السوبيرو سيمي سيركلر كانال ومكمل كده عامل ده نورمال اناتومي ما هواش فراكشر ولا حاجه، ده اسمه سب اركوت فيشر او سب اركوت فاسيكل مش مهم خالص، بس انا يعني ايه بقوله لكم علشان بس ما حدش يظن فيه ظن السوء. هنا دي اسمها ايه بقى دي؟ بوستيريو سيمي سيركلر كانال. طيب دي الايه؟ وده الايه؟ طيب وده الايه؟ ده الجنو. لا جنو ايه؟ ده ايه ده؟ الفستيبيول وده اللي اخر سيمي سيركلر كانال، ده اللي هو الكات بتاع الخاتم ده، امال دول ايه؟ دولت الاوسيكلز بس في الكات اللي هو ايه لسه مش بتاع الايس كريم كون،
فدولت هيبقوا اللونج بروسيس اوف انكس والهاندل بتاعه الماليس. بس مش مشكله هم دولت ايه ماليس والانكس، يعني لو قلتهم ماليس وانكس ده ايه بقى؟ ده الايه؟ وده هيد اوف ماليس وشورت بروسيس اوف انكس، وده الانكيدو ايه ماليولار ايه جوينت، وده الايه فيستيبيول، ودي الايه، ودي اخره الايه بوستيريو سيمي سيركلر كان. امال ده الايه؟ امال ايه النيرف ده؟ لا لا ده اهو رايح للفيستيبيول اهو، يبقى الفيستيبيولار نيرف. طيب ايه بقى ده؟ شايفينه واضح ازاي؟ ادي الفيشيال، ادي هنا ليه كده دي اللابرنتاين سيجمنت، دي اللي اسمها الايه؟ الجينو. دي ايه؟ التمبانيك، بس يعني البوستيريور بورشن. وبعدين بصوا ماشي ازاي، بصوا ماشي ازاي، اهو اهو اهو، كملوا معاه، بصوا لحد ما هيطلع خالص اهو اهو، ده الاستايلويد وده الماستويد. ما هو خلاص بقى هنا هيختفي لانه ما عادش ليه بوني باوندري، احنا مش شايفين النيرف نفسه، احنا شايفين البوني باوندري بتاعته، احنا شايفين الكنال. الاستايلويد اهو اهي، اهي دي الاستايلويد ماشي، وادي الماستويد. فالكنال اللي ما بينهم اسمها الايه؟ ستايلو ماستويد فورمن. على فكره الكنال الصغيره دي بتاعت الكوردا تيمبانال، حد عايز يعرفها يعني، كنت بقول لكم يعني هو بيبقوا ماشيين جنب بعض، مش مهم. ده الايه؟ فيشال نيرف اهو 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 اهو، شايفين ماشي ازاي؟ بصوا اللي فوقيه على طول ايه؟ لاترال سيمي سيركولر كنال. طيب ده الايه؟ انر اوديتري انترنال اوديتري كنال، دي الايه؟ الكوكليا، دي الايه؟ بيزل تيرن في كوكليا، دي الايه؟ راوند ويندو. فاضل لنا الاوفال ويندو فين؟ ما حدش سالني انت ده فين؟ ايوه الاوفال دي اللي بتبقى ماسكه في الفيستيبيول بالظبط. بصوا الاستيبس، الاستيبس شايفينها هنا عامله ازاي؟ ادي ليها فود بروسيس كده وقافله الفيستيبيول. احيانا كتيره ما تبانش من كتر رفعها والكتات تبقى تخينه وكده، ما تبانش احيانا كتير، بس ده مكان الفيستيبيول اللي هو قافلاه الستيبس، البون يعني الفود بروسيس بتاع الستيبس. بس احسن نشوفه احسن كمان فين؟ في الكرونال. بص يا دكتوره منى، في شبه من الاكزيال، أو في شبه من المانديبل كتير اصلا. ما علينا، دي الايه؟ الاوسيكلز، الاوسيكلز. طب وده ايه ده؟ ده السكيوتم، ده السكيوتم. ايه الخط شايفينه هنا بقى؟ حلو قوي جميل، ده التمبانيك ميمبرين. يبقى دي الايه؟ استنى الاوديتوري، ادي البوني باوندري وبعد كده كارتريجنس ماشي، ادي السكيوتم. طيب ايه دي بقى؟ الكوكليا، وده الايه؟ الموديولس، ودولت الايه؟ السنيك ايز بتوع الفيشال نيرف. طب بصوا كملوا كملوا معاهم كده الاول اهو، ادي هنا بقى تبص في الكورونا تلاقيها مقسومه واضحه قوي. ادي هنا ده اللي هيطلع منه الفيشال نيرف، 7 اب كوك داون، 7 اب كوك داون، قلتها لكم في الاناتومي بتاع البرين. 7 اب بيطلع من السوبيريو سيجمنت بتاع الفيشيال نيرف، الكوك داون بيطلع الكوكليار نيرف من الانفيرو. ادي الفيستيبيول اللي طالع منه قرنين، واحده منهم اللاترال سيمي سيركولار كانال والثاني السوبيريو سيمي سيركولار كانال. وهنا بدايه الايه؟ الكوكليا اهي اهي، كملوا معايا تلاقي بدايه الايه؟ الكوكليا. طيب ادي بقى نشوف الفيشيال نيرف كله بقى عامل ازاي. ادي الفيشيال نيرف اهو اهو، طلعنا كملنا قدام اهو كده بقى واحده اللي هو الجينو، بعدين راح اتقسم رجع تاني اهو وكمل اهو تاني ماشي. يبقى هو كملنا معاه انتيريور ونرجع معاه، لقينا ادي الفيشال نيرف مكمل مكمل مكمل. طيب ده ايه ده؟ طيب بصوا بقى شايفين الكنال دي، تابعوها كده، ده الايه؟ لا ده اللاترال سيمي سيركلر كانال، ده الايه؟
فيشيا. بصوا ماشي ازاي ما بين الايه ماستويد والستايلويد. يبقى دي الستايلوماستويد فورامين، دي الماستويد سيجمنت وادي الستايلوماستويد فورامين. ده اللي قلنا عليه البيراميدال ايمينس ودي ساينس تيمباناي. او في ناس الحقيقه الدكتور ممدوح محفوظ قال ان دي الفيشال ريسيس ودي ساينس تيمباناي، بس لو بصيتوا على السايت هنا ده هيقول لك لا ده دي ساينس تيمباناي. على كل حال مش هي دي الموضوع. هم الايه دي بقى هنا بقى خلاص بقت جاجلر سيجمويد اهي، سيجمويد اهو، وادي هنا بقت الجاجلر فورامين. هم الايه دي جاجلر كريست اللي بتقسمها لايه؟ بارس ايه؟ فاسكولاريس اللي ورا الكبيره وبارس نرفوزا اللي هي الايه؟ الانتيرو دي. امال ايه ايه الفورامين دي بقى؟ لاسيرم جدع، فورامين لاسيرم. كفايه عليكم كده ناخد ريست. لا